صلاتك خلها تفيدك بالتواضع رب زيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك نبدأ زد رصيدك. يلا يا شباب زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي بإيدك فرصتك خلها تجيلك بالتواضع ربي زيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك الحياة بلا مثاني كالقصيد بلا معاني واكسب الوقت بثواني زد رصيدك زد رصيدك عيدو يلا عيدو زد رصيدك زد رصيدك. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا دائما وابدا في برنامجكم الكبير برنامجكم البرنامج الاجتماعي زد رصيدك مع أحلى وأروع وأجمل الشباب اللي يبذلون أقصى طاقاتهم وجهدهم في سبيل إسعادكم وإلقاء البسمة في أفواهكم. واليوم مع الرهاجة التي تمشي على الأرض عبد الله الجميري، أيضا مع كوكتيل المواهب وكوكتيل الأفكار وكوكتيل الأشياء الحلوة تركي بن محمد، أيضا مع الشخص العملاق الممتلئ ثقافة وعلما وتقا وزهدا فارس القحطاني، الله أكبر، ولا أنسى الإنسان الهادي وفي قلبه قلب الأسد يزأر بقوة يعلن الصمود والتحدي دائما وأبدا سلمان الباهلي. ما ننسى أيضا الوجه المشرق لإخواننا الترك المسلمين، الوجه الجميل المبتسم دائما المتواضع الخلوق المؤدب المحترم الشيف ابراهيم. نعم حبيبي الله يوفقك. اليوم ان شاء الله شباب ناويينهم على ايش؟ على النية. ناويين على النية. على النية صح، بس اصبر شوية. اصبر انت يا واليوم بسويها مقلوبه عشان تتشقلب حلقتنا اليوم وتكون اكشنها زين يا شباب. روح. فاول شيء سؤال، من اللي بيدخل السجن اليوم؟ اللي بيدخل السجن سواء غالي فارس ولماذا؟ ليش؟ عندك الطباخين كم طبخت مره؟ انا 17 مره وذا 8 مرات. انا الطبخ طفش مني. يا سلام. انا خبره 3 سنوات طبخ. والرد ردك يا فارس القحطاني هو دائما الشيء اللي تشوفه قدامك يختلف عن الكلام. كلام انا ما تصلح هذي قويه، هذه قويه ذي. نعم باذن الله. طيب بنشوف اليوم عندنا طبخه يحبونها اكثر الناس، المقلوبة بيش؟ بالدجاج. بالدجاج اقلبني. تحبونه المقادير. روح يا ابو جميري يلا المقادير. حبيبي الغالي واستاذ المشاهد، المقادير كالتالي: حبه بندوره مقطعه دوابر دواير دجاج مقطعه ومسلوق، حبتين بطاطا مقطعتين دواير. ايش دواير عندك؟ بصله كبيره مقطعه جوانح، حبتين باذنجان حجم متوسط مقطعتين بشكل طولي، نصف راس زهرة كرنب اختياري مقطع ومغسول. حلو. 4 كواب رز حبه طويله منقوع لمده ربع ساعه. ملك الارز. ملعقتين ملح اكبر، ملعقتين فلفل اسود كبير، ملعقتين بهار كبير، وملعقتين كركم كبير برضو، 7 كواب من مرق الدجاج. وايضا مشاهدينا راح نبدا الحلقه الان ونقول بسم الله نستعين بالله. يا سلام انا يعجبوني الناس النظيفه. حلو. اللي لابسه قفزه ولابسه طال عمرك الملايه اللي اسمها الملايه. شفني انا ملك الارز اكيد دائما وابدا ملك الارز في المقدمه. بسم الله. جاهزين؟ بسم الله. شوفوا الخبره يا ناس، شوفوا فارس القحطاني وكيف يستفتح. كل ابونا شعب واحد احنا اخوات هي وانا باه الزر وعياط مع اللي عاوز وثقيل الدم معروف يا جدع. الصوت باقي نايم الربع شبيك واصل واصل واصل. طبعا مهندسنا مخرجنا اليوم هو اشرف المخرج العملاق الكبير اشرف، اتوقع السكينه ايضا مهندس الصوت منير ومعد الفقره الرائع دائما وابدا نايف الجعيدي. هاشتاق البرنامج زد رصيدك اليوم وشو؟ طبعا اليوم 39
زد رصيدك. زد رصيدك 39. اي نعم. قول يا الله ان الله يختمنا بالدنيا على خير. اللهم امين. راحت الايام وتسوقها دهر وسنين. يا سلام. يلا بربك تخلص. هذه خاطره طال عمرك. خاطره بس القاء. انت عرفت تلعب خاطره عشان ذي. كيف تلعب انت؟ الليله ليله. ايوه. والليله ليله. يلا. شيلوها ليله. شيلوها. والليله ليله. العب. شيلوها شيله. روح. والقايله قايله. شيلوها شيل. احنا بالقايله الحين وش اللي يريح كل يريح حتى العرس متردد الليله حلو عشان اخويا بدأ حبيبي والله يا حبيبي عشان تعمرك في صفا ابراهيم خليه ينقع نعم الرز خليه يترقع بالمويه ولا كذا كذا شيله بارد ايش رايك يا ابو وسيم ايش رايك بالشغل حلو والله بس اشوف ترك محمد يمزح مع البطاطس ما في مزح خلصنا يا طال عمرك خايف يزعلها بس ما تراه في المرآة بعد ما تتصور هذه موجودة عزيز المشاهد ها هذا خلاص يا ما شاء الله تبارك الله والله حلو شغل 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 عدل المدل حلو حلو أقول يا حظها ليكم فيكم الله يسعد ويا حظ أمهاتكم فيكم هذا هالشغل وهالصناعة وهالطيب والمرجلة والكرم على طاري الأم يا أبو سيدي أيوة البارح في واحد شاب بكان أقسم بالله إيش؟ واحد بكان يا أخي حرك الحنين والأسواق هي متحركة طبيعيا فزاد كملها البارح لذلك من هذا المنبر أسلم على أمي وأمهات الشباب الله يسعدهم الله يحفظهم أقول لهم والله العظيم نحن مشتاقين لكم وبإذن الله أرجع شيف كبير بإذن الله أخدمكم في المطبخ والله أعلم بس لا تنشبين هاي أمها تكفين أنا أفداك أخاف أنه الحين العاطفة جيها عشان رجعت البيت إيه لا بالعكس السلام عليكم سلام هذا بالشيخ سعود يلا حياك عافية قلبك حبيب قلبي ما ادري ليش يقولوا عبد الله الجميري وينك وراك ما تشتغل اقول لك الغالي اسلم ترى قاعد تقطع البطاطس غلط لا مو التقطيع ذا وش ذا يا ابوي تكشير الله يحفظك تكشير اقول لك الغالي اسلم وش الطبخه اللي عندك اليوم اخذ ورقتين انت ها فكنا منك اقول يا ابو يحيى اسلم ابو يحيى سم ابو يحيى بتدخل سجن اليوم دقيقه الله يسعدك حبيبي ابو علي واضح ان هذول البرنامج الدراسي ابراهيم هذه كيف نقطع مربعات ولا دوائر ولا لحظه انت خلص انت الحين بقي شيء فيها وش انت تقشرها تو يا هذه تفصيل فارس هذه بس اول تفصيل فارس سبيه مو لازم تقشرها لين يروح كل اللي فيها هذه مغسل هذه مغسل اللي في اليمين عيوني سؤال بس هنا مكتوب نص قطع كفايه ومسحها نص قطع البندوره بالطنجره ايه وش الطنجره الطنجره هاي ضيعنا ورا هذا اللي ضيعنا ورا في احد يسعى الطنجره يا عبد الله الطنجره هذه نفس دي شفت الطنجره اذا طنجر الواحد ايوه انت عبد الله رجال وصل لك اللي انت تقول سيري القزاز عبد الله الطنجره اسمعني وانا اقول اذا طنجر الواحد يعني طنجر بعد عرفت يعني طنجره يعني طنجره هذه يعني كفاره يا هلا والله يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا ما شاء الله ما شاء الله انا اليوم انا ما ادري ايش اقول لانه الشباب اليوم بادين بدايه حلوه بالضبط وفي حماس وفي تحدي وانا يعجبني الجو هذا هو جوي جو اسجنهم يا رجال كانه مره انا ما عندك قفزات على كبريدي انا كبيره يا ابوي يا رب انا الحين هذه الطبخه ايوه رقم ثلاثة لي هنا في المطبخ ايوه مستحيل اني سلمت القفازات سليمه لازم من رؤوس الاصابع وهذا يدل انك تشتغل هذا يدل على ايش؟ على العبث المهاره ولا لا اسمع عرفيه هذا كذا ابو ابراهيم الانحرافيه انحرافيه والله بمسك السكين كذا كذا طيب زين كذا خلاص خلنا دوائر دوائر او طول ايش كذا انت تقص يدك انت بشبك كيف خشم ابو كاتم يا رجال خشم قسم بالله الكبرى على فكره ترى انا قررت اني اتعلق في نفره ابو وش اسمه وليش طيب يا اخي ذا رفع ضغطي والله الله زوده ابو كاتم طيب انا بقول لك شغله لا شوف اذا اعطيت انا لاحظت فيه جتني رسائل كثيره استغربت منها يعني بلغ الجميري اننا معه بلغ الجميري راح نعوضه في جمهور برا اشوفهم متحمسين ما قلت وش القصه؟ وش اللي صاير للجميري؟ وش اللي حاصل للجميري؟ ليش الناس متعاطفة مع الجميري برا استغربت من هالشيء يعني. انا مسكين عرفت دائما مساكين تعاطف كم 400 راحت عليك 600 ريال 600 منين دي اسبوع واحد اي بس بلا يا ابو كاتم دخل أربع لا 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 شو سمعت الرجال دقيقه لا صدق لا شو سمعت اعترف وين راحت هو شو انا سمعت نفسه انا بزد رصيدك خصم علي 400 ريال هذا مسابقه ابو كاتم 200 ريال قبل امس
على فكره الحمد لله وش الجريمه اللي سويتها؟ والله انك جيت انا وش الخطا اللي اخطيت؟ ليش خصمني؟ ابشر بس انا بصر عليك على بال ما اخوي يقطع الاسلحه يا حبيبي الغالي. احنا غرفة النوم احنا انتم ممكن تنتم زاد رصيدي غرفة النوم مسؤول عنها انت ولا شاب كلهم؟ شاب كلهم انا ايش دخلني راس بلديه يقسم علي عشان واحد رامي بطانيته في الارض؟ انا ما لي دخل على فكره يعني. فهذا نقطه. النقطه الثانيه هم يقولون دائما راس بلديه. اذكر زاد رصيدك ثلاثه يا عبد الله احسن كان طراد في واحد اسمه طراد عنزي من اخويانا طراد الله يطول عمره كان بلديه وكان يروح يداهم غرفة النوم علينا كان يداهمها واللي يشوفه مخرب فراشه ومخرب بطانيته كان يخصم عليه. في سؤال سم. لو انت اصلا مغدوك لو انت راس بلديه وتروح عندهم شباب نظفوا تقول في خصم عليكم يعني بعضهم ينظف بعضهم مو متعاون معك مشغول في شيء ولا شيء على العموم هذا الخصم الاول. الخصم الثاني عشان الله يصلح خط الجنوب مشينا بفرشته على هذا ومش دقيقتين مشيت فيها شفت المقطع انت تقطعت بس الله لا ينقلبه ويسمح لنا هوبه تقطع معك انا معك. طيب طيب انت متفائل ان الجمهور بيعوضك؟ ان شاء الله انا متفائل في الله عز وجل اولا الله أكبر. وفي الجمهور العظيم البطل الجبار سبحان الله شو اسمه سبحان الله سبحان الله ايه؟ انهم بيعوضون ان شاء الله بيعوضوني عشان قطعت كف 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 كيف انا اول شيء تعجبني الثقه بالنفس يا عبد الله حبيبي ويقول لك الضربه اللي ما تقتلك تقويك طال عمرك هذا هو. لا على فكره انا ترى ماني زعلان على فكره. طيب عموما نزل التصويت الان على حسابنا في الانستغرام حساب قناه بدايه في الانستغرام مشاهدينا الكرام ادخل وصوت وعط لايك لمن ترى انه يستحق فريق عبد الله الجميري وتركي محمد وفريق فارس القحطاني وسلمان الباهلي وتركي محمد الحين بيسمعنا يلا يا ابو تركي لا لازم تصحصحنا شويه تركي يلا تقول الله يطعني واقول الله يسبق بي السلام جنوبي النثار همه على غيمه جنوبيه الله احس اني ليا قالت فديتك يا رب ربي اسمي جبال بها مع الريح الشماليه ولا ادري ليه تسريبي هوا جسن وتبعد بي اذا قالت عسى ما فيك يا تركي جيبي تنثر بي فداياها تغدي بي وتصبح بي وقم العب مع نغماتها خطوة عسيرية الله عليك الله يسلمك والله يك احيا بغاية خوفها وهي مصفيها النية تفز تقولي بي عنك وقولي مجرب يا بني بروح اللي عشاق نبض عجز لا يلتقي بزيا بروحي كل اوجاعك ولو زاد الوجاع بيا وش انتم بتعطونا الجو هذا الجو الشاعري نعم خلونا بالبرهجه يا اخوي احنا برهجه معك خلونا بالبرهجه يا ناس يا دينا دينا يا دينا يا دينا دينا يا دينا يا بابا نبغى المدينه يا بابا نبغى المدينه يا بابا نبغى المدينه يا بابا نبغى المدينه نبغى المراكب تودينا نبغى المراكب تودينا والله ملينا عبد الله ماسك الباذنجان عبد الله إيه؟ ماسك السكين يبغى يروح لامه في المدينه يبغى يروح امه في المال من هنا لا والله ما ملينا الله يسعدكم الله طيب الزهر الحين قطعتوا الزهر صح؟ الباذنجان وصلنا يلا الزهر وقطعتوا الباذنجان حلو وقطعتوا البطاطس كل شيء الان هذه الاشياء طيب كوسه ما فيه؟ قرع ما فيه؟ لا وينك المقلوب؟ انا ما بقلب قرع ما بكوسه طال عمرك هذه تعرج طيب عندنا باذنجان بطاطس وعند طيب وش يصلح بعد معها وش يصلح غير ذولي كوسه تصلح ايوه قرع تصلح قرع كوسه طيب غيرها حلوين سلام عليك يا جميني يا سلام فلفل احمر خليك تعلق وانا اقطع خليك تعلق روح طيب حلو وغيرها بصل زات بصل موجود هذه طبعا بتقليها الان انت هنا ولا لا شو اسمه بينقلي البطاطس طيب ممتاز خلينا نشوف الدجاج وش سويت بالدجاج
طيب ممتاز. المقلوبة الدجاج تخليه في الموية لمدة ينسلق لمدة تقريبا يعني مسغلة المية ربع ساعة ينسلق. اي حلو. ثم بعدها اذا انسلق وجهز نسوي الخلطة. نحط بصل مع الزيت، نحمص البصل الزيت شوية. أيوة. بعد نحط الدجاجة معه. أيوة. نحمصه. أيوة. حتى يصير لونه زي الذهبي. نضيف البهارات ونحط له مي. ممتاز. يا سلام. وبعدها أحلى إيش؟ مقلوبة. ويا مقلوبة خاصة إذا لفها وضربها بالأرض. شوف عبد الله كيف يلعب. شوف عبد الله ماشي. عبد الله ماسك الباذنجان في حجمه مع السكين. يا كبير لا الجميري. والله خبرة ابو يحيى. سووا البطاطس يا جماعة. هنا الجميري. شوف الهجمة المرتدة مع الجميري. بسم الله وعلى بركة الله. الجمهور طبعا مولع وراح الانستغرام وعطاكم حتى الآن تونا ما بدينا 4500 صوت. متفائلين خير والله. شفت يا عبد الله جميري تركي فاز الشباب 4500 صوت عطاهم الجمهور. كفو يستاهلون والله يا بعدي. ولأنكم قلتوا لهم يستاهلون عطاكم الجمهور 5800. كفو يستاهلون. يستاهلون 6000. روح يا ابو جميري. لحظة وش حط يا ويل بطاطس شم ريحة كذا يا ناس العالم يا هو صغار كذا ولا البطاطس الأنقلة وي بس ومعك الأسماك اللي يسمونها بعض الخلطات الصلصة وي مو بالصلصة الحمراء لا صوص والله انك معلم عصير صوص يا شيخ عصير كيف هذا الحين بس بطاطس هذه بس طيب البطاطس ليش ما حطيته زياده ما يعلك ذي شوف السؤال ترى دائما اسالهم عن نوعيه الاكل يعطيك الاكل بطريقه ايحائيه تشعر انك قاعد تاكل هو يوصف يا مذوبني يا متعبني هنا بياكل والله شغله نظيفه الصراحه. وهنا سلق الدجاج سلقناه ممتاز حلو حلو حلو. انا مستغرب من عبد الله الجميري اليوم اشوفه يشتغل بذمه وضمير يا ابراهيم وش السر يا عبد الله يقول لك عبد الله يبغى تعليق عبد الله يقطع عبد الله مع مع البصل خلص الباذنجان في هجمه نحو المقلوبه يا كبير يا جميري الله على الجميري واصل صوابيعك العب طبعا هنا ما في تعليق الفريق الثاني مره جدا نايم اشوف الفريق الثاني الفريق الثاني بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي سيداتي انا سادتي في كل مكان عشاق المطبخ معانا الان ابو يحيى فرقين قحطاني وسلمي فارس في المقدمه وما زال فارس يقطع البصل وسلمان تحمس يا اخ سلمان تحمس الله يحفظك الوقت الكلام يطلع فاصل شكل خاف حلو 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 الروح هذه الحلوه الجميله العب وتعليقك احلى يا تركي يا الله اليوم يا رواف يا الله اليوم يا رواف يا الله اليوم يا اليوم يا رواف يا بلفراج عاوني يا بلفراج عاوني يا بلفراج عاوني يا بلفراج عاوني خوفوني وانا ما خاف واحسب الضلع يزبني ايه يا لايم الملف ما تشوف الجمل حني والله تونا صاحين يا رجل عطنا من الهاشتاقات شيء تعرف هذا ولا ما تعرفه لا بندر اصلا بالخير هذا خشرمي لا والله لا والله بالخير مسانا هذا اسبح يا غالي كلمة جت على لساني مرة المرات ايوه واسبح اذا شفتني قلت لك واسبح ينقال لي صرت صغير في قمه الفرح قمه المبسط اللهم لك الحمد جاي تقولها دائما امين يا رب يا هلا والله بخلطه الجنوب هذا الشغل انتيكا يا هلا والله بالقهوه يا هلا والله بالتمر والطحينه حلو خلص كذا عموما بيض الله وجيهكم الجمهور اشوف ما شاء الله تبارك الله كثيرا للهاشتاج حتى المنشن عندي اشوف ابغى ابلغ الناس اللي يكررون تغريدات على منشني اني ما راح اقرا اللي يكرر تغريده مره مرتين ثلاث اربع مرات خلاص ما راح اقراها باختصار يعني حط التغريده وصلى الله وبارك كذا زي كذا السلام عليكم زي كيف حبيبنا سلمان سم يا بعد محمد الشمري
ايش تقول له؟ يلب قلب. اه ابو جاسم يلب قلب. والله شوف محمد فقده هو محمد العبد الله ومحمد مكي والله كلهم فقده. محمد ابو جاسم يعني صراحه مثل الكويت خير تمثيل ما شاء الله والله نوافي وما زال صداه وما زال الجرح اللي سواه بقلوب الشباب كلهم يعني حاضر لكن ان غاب محمد فهو موجود بقلوبنا ابو جاسم وجه له تحيه واهل الكويت كلهم ابو جاسم طيب ابو جاسم عنده ابتسامه صادقه ما شاء الله وقلب للامانه والله قلبه طيب 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 طبيعي خلاص انا بمشي انا بمشي يا شباب قال ايش؟ قال لا تنسى ناحية الكرسي الله يتساوي خير صراحة محمد الله يذكره خير خلينا نستكمل بس السؤال هذا بس لاخونا حبيبنا سلمان سلمان النشيد الداوني أوه. تعطينا مقطع بسيط منه شو بس ليش ما نزلتها باليوتيوب؟ طبعا نشود الداوني باذن الله اني يمكن اليوم لا مو باليوم يمكن الاسبوع هذا خلال الاسبوع راح اسويها هنا زي التصوير كذا مبدئي حلو ايه لكن التصوير الرسمي لانه راح تطلع بشكل كليب بعد البرنامج سلام. حلو بعد البرنامج راح انزل كليب سلسله كليبات هي ونشوده يلا اليوم يا رواق وعده اناشيد ثانيه يا سلام راح تكون زي الجلسات يعني جلسات شعبيه وانشاديه يا سلام هذا باذن الله بعد البرنامج وداوني وش اسمه ذا بتسمي الجلسه مثلا لو تنزل اصدار ايه بخلي زي الجلسات جلسات مثلا سلمان الباهلي ونعم اي نعم جلسات شعبيه يعني انشاديه انشاديه ونعم. لو تبغاني في الكلب معك ترى انا ما عندي والله لا على قال طارق مو بالخدمه جميري انا بالخدمه 24 ساعه لا لا كل الشباب طبعا عندي فكره كل الشباب راح يشاركوني بالكلب ومو مقصرين يا سلام بعطيك مقطع منها طبعا هي يلا هي الافضل انها تكون يعني كورال وترديد وما ادري ايش احنا جاهزين مالك روح احنا كورال وضحت الفكره ادعس بطل ادعس روح لا لا انا قصدي حتى يعني يبيلها لكن وصل جرحك روح وداوني داوني يا عبيد الله داوني داوني يا عبيد الله داوني داوني يا عبيد الله داوني داوني يا عبيد الله تحت سدرة ودور دواعيوني تحت سدرة ودور دواعيوني تحت سدرة ودور دواعيوني تحت سدرة ودور دواعيوني ما لقيت عسف له العلة ما لقيت عسف له العلة جرح سكين ولا جرح من ربه 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا الله يسعدك والله ابو اشير الصوت الصوت صاحي هذه بنسمعها ان شاء الله بعدين مسجله باذن الله ان شاء الله هي كفو هي وعده اناشيد ثانيه كفو كفو يا باذن الله يا اخوي سلمان والله يوفقك استاذ كل خير برجع لتركي بعد شوي الان لان عندي بعد شوي الان بعد شوي الان جميري جاني سؤال كذا مباغت ام تالا تشكركم اول شيء جزاه الله خير وتقول يا جميري انا ام لطفله تعاني صعوبات النطق حلو بما انه تخصصك انت مع اخونا ايش اسمه حمد العديد راجع راجع صعوبات التعلم وانا اضطرابات نطق والثاني منه اللي في احد مثلك لا اي احمد تقول متى ترى فقرتك النور باذن واحد الاحد خلال الاسبوع هذا يعني خلال يومين الجايه ما راح اطول كفو ان شاء الله وكم تستغرق ساعه ساعه ربع ساعه يعني ولا عشان اوضح بس انا ابغى حاجه من النت ابغى شيء من النت حلو لانه لو تكلمت عن اضطرابات النطق انا اقول لك التخصص ترى محصور حلو يعني انا يوم كلمت اخصائي كلينيكي قلت له ابغى اسوي دوره بسيطه حلو قال دورات في اضطرابات النطق ما تنفع لازم تجيب شخص لازم نفس الشخص شخصه لانه لو قلت مثلا علاج حرف الراء التدريب التالي حلو مو بكل واحد ينطبق عليه هذا التدريب حلو يعني كل شخص له بالضبط نمط معين ايه بالتدريب والتعليم لكن مثل واحد الاحد هو المنتشر عند الناس مشاكل الاحرف عند الاطفال ايه مشاكل الاحرف راح اجيب من الالف الى الياء مشاكل الاحرف كيف تدريباتها وعلاجها ان شاء الله ما شاء الله طيب انت ممكن توصل مثلا لاولياء الامور طريقه معينه هم يستفيدون منها بتعليم ابنائهم نعم يعني تعطيهم مثلا قاعده نعم القاعده دي يمشون عليها على فكرة زي مثلا اختنا ام تالا وغيرها كثيرين اللي عندهم طيب على فكره ترى عندنا حاجات نسويها
من اليوميات اللي احنا نسويها. حلو. هذا علاج مثل الله العلك التمر الاطفال هذا تحرك العضلات اللسان كويسه. اي ترى ترى مشاكل الاحرف اغلبها من ارتخاء عضلات اللسان. العلك ايه العلك والتمر يعني انت طفلك اعطى تمر يوميا بشكل بكثره علك خليه ياكل علك. سوليف مع الولد طيب لو تسولف انت وياه تحاول تخليه ينطق ويتكلم. هذا طول ايه النطق 40% منه مشاكل نفسيه ليس لها علاقه بالجهاز العصبي او جهاز ال في علاقه بس ان هذا علاقه كلينيكيه يعني طبيه احنا ما ندخل. حلو عشان نعرف بس كيف. طيب الله يوفقك شكرا على إفادة المشاهدين بالعلم الجم اللي تحمله يا أخوي عبد الله. عيوني في معلومة يمكن عبد الله أخبر بما أنه تخصصه. أيوة. يقولون لو تخلي الطفل يسمع قرآن ويحاول يتكلم وهو يسمع قرآن والله يقولون تفيد يعني وهو يتكلم وهو يسمع قرآن يحاول يتكلم. حلو تلقاه ينطلق أكثر. أوضح لطالي. طيب عطنا هذا المشكلة اللي عند التأتأة. ايوه أو اللي عند التأتأة والتأتأة اللي يردد حرف شوي ثم نعم. يتكلم اي مثلا ر ر ر ر ر ر رسيل عرفت. اي حلو هذا اللي عنده مشكلة التأتأة. ما تقول أسيل أزيل أسيل مشكلة التأتأة. سبحان الله يعني من التأتأة إذا سمع القرآن حط سماعات القرآن ينطلق بالكلام ما عندك ما يجي تأتأة. طبعا حلو. القرآن والموسيقى لكن احنا الحمد لله في مراكزنا في المراكز الحكومية ما نتخذ إجراء للقرآن. نعم ولا خاب من نعود ابنه على الموسيقى. نعم لو تلاحظ التفاصيل اللي شيخ ترك اللي ما شاء الله نشروا على القران في جمعيات التحفيظ الطلاب. أيوة. تلاقيه ما شاء الله سادس ابتدائي ولا حتى خامس تلاقيه وهو منطلق. يا سلام الكلام. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم تفاصيل. عموما بنشوف اذا في اسئله ثانيه يا اخوي عبد الله بنستفيد خاصه من اصحاب التخصص. تركي بن محمد لبيك. تركي ممكن اصارحك ولا انت تزعل من الصراحه مثلا؟ بالعكس الصراحه قولها لي. تركي محمد مقدم، تركي محمد المنشد، تركي محمد الممثل، تركي محمد صاحب الفرقه، تركي محمد اللي ما شاء الله تبارك الله كوكتيل مواهب. هل 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 هذا يعني اذا حطيته ما ابغى اقول لك وش السبب في الشيء هذا بس ما تحس ان هذا شيء ممكن صعب على الواحد يجمع كل شيء؟ اخوي عبد الرحمن ممكن يمارس شيء تمثل هنا صح لكن تطلع برا وكل الاشياء هذه معك ما تخصص في شيء معين. افيدني. المسرح ايش يحتاج؟ يحتاج مقدم يعرف يتكلم هذا تلاقي في التقديم العادي. احيانا يحتاج الى بعض الرياكشنات على المسرح عشان الجمهور الموجود هذا يحتاج لتمثيل وجدت نفس المقدم نفسه. احيانا يحتاج عشان يغير الجو احيانا بعض الاجواء. في ناس يحبون الالعاب على طول، في ناس يحبون التمثيل، في ناس يحبون انك تطلع بصوت انشادي ولو زي الصيحات اللي انت تعرفها. فتحتاج تغير جو الجميع فلازم الواحد يشتغل على نفسه عشان يكون مقبول عند الجميع. وبرضه هذه رزقه تحتاج الواحد يتعب ويكدح على نفسه ويتدرب كثير ويشتغل لين يوصل عشان يوصل النتيجة. عشان يوصل النتيجة ما دام انت رحت المكان يا اثبت وجودك فيه يا قعد في بيتكم الله يعطيك العافية. وانا اشوف ان الواحد يشد ويجتهد في وضعه ولا يقعد في بيتهم. ممتاز. طيب كل الاشياء هذه يا تركي مارستها في المسرح؟ اي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. انت يعني هنا فقط تعيد لنا جزء من اللي انت تطبقه في برا؟ الخبرات اللي برا اجي هنا احاول اني انا صاحب سوق، انا صاحب ملتقى، انا صاحب مهرجان، ابغى اجيب تركي لوحده تقدر تغطي لي ساعه ساعتين؟ اللهم لك الحمد والشكر هذا من فضل الله. ساعه ساعتين انا غطيت في حايل من 4:30 العصر الى الساعه 10 في الليل. ما يستهلك المشاهد؟ يستهلك المشاهد لكن انت لازم تكون ذكي. يعني الحين تجي انت كذا الدرع تدخل المسرح على من انا اللي لازم تكتب ايش بتسوي بكره، لازم يكون عندك سيناريو، لازم تغير. وترى الفقره هذه كانت 10 ايام. ايوه 10 ايام من 4:30 10 ايام من 4:30 الى الساعه 10 وحين تكون 11:30 في الليل. العشر ايام هذه تعتبر افضل ايام في حياتي، افضل ايام ترفيه اللي سويتها في حياتي. في حايل في حايل افضل ايام حياتي. حايل بعد ما شاء الله يا اخي يا رب قلوب يا رب قلوب كلام عن اهل الحايل فيه. طيب فارس القحطاني حبيب قلبي انت كلك مواهب يا تركي وانا من المعجبين بشخصيتك. الله يسعدك واسال الله ان يوفقك. استاهل يعجبني ريال استاهل. لا يعجبني طموح تركي عنده طموح وانا اتوقع ومتاكد ان شاء الله انه اللي مثل تركي يوصل باذن الله. فارس يا فارس اسلم. فارس ال 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 منشد، فارس صاحب الشيلات، وفارس المصور، وفارس صاحب برامج اليوتيوب. أنا في جاي يا شيخ. طيب فارس قبل البرنامج، فارس بعد البرنامج،
هل فارس التغيير القادم اللي بيغيره في حياته جذري ولا فقط سيواصل المشوار ويطور نفسه بس؟ هل أنت مقدم على أنك تدخل مرحلة نقول فعلا مرحلة مفصلية تغيير كامل لفارس؟ يعني أفلام ممكن مصور، أنت مصور الآن وبنفس الوقت مونتاج وشغل، ولا بغريب اللي مثلك ممكن ياخذ دورة إخراج، طموح عندك؟ حدثني وش اللي بتوصل له يعني في النهاية؟ والله بإذن الله عز وجل، يعني تقريبا أكثر الشباب كانوا قبل البرنامج شغالين على المحيط اللي عندهم. حلو. والهمة اللي موجودة عالية، لكن بحكم أنه ما في منصة إعلامية تطلعك، الآن صار عندك هذه المنصة قناة بداية. حلو. وبرنامج زد رصيدك بالذات يعني برنامج قوي جدا، فأنا متأكد ما أحد طلع من هنا وكان صاحب هدف وصاحب يعني رسالة ومواهب إلا واستغلها بعدين. يعني ممكن بعضهم دخلوا لكن ما استفاد من موهبة ذي وطورها بعدين. أنا متأكد كل الشباب اللي موجودين هنا وأنا أولهم أنه راح يكون لنا أو بالنسبة لي راح يكون نقطة تحول كبيرة بشكل غير طبيعي. أول شيء من ناحية أفكار برامج تقديمية. حلو. في بعض الأفكار البرامج يعني تقديم تلفزيون، أيضا برامج أفلام قصيرة. طبعا الشغل الآن على الأفلام القصيرة جدا حلو. وعلى أنا كلمتني مؤسسة قبل 3 أيام كلمتني مؤسسة يبغون المؤسسة هذه، طبعا مؤسسة خيرية ويدفعون فلوس. حلو. عندهم خير. حلو. يبغون واحد يصور لهم مقاطع منتجات ويروح يغطي هناك عندهم في 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 الجهة حقتهم هذه، وبنفس الوقت لاحظ معي وبنفس الوقت يقولون احنا نبدا كذا وبتقارير معينة وايضا نبغى افلام بسيط. يعني باب خير. المهم اعطيته رقم واحد كلمه ولا تحمس معه، انا اعرفه هذا الواحد مصور ومحترف اعرفه من المونتاج. اعطيته رقم واحد ثاني ولا اتفق وياه. اعطيته رقم ثالث من كبار المصورين في الاعلام محافظ في الرياض، وهذا الثالث حولوا الواحد في مكة. لاحظ معي كل هالشغلة دي كلها وين راح؟ وهو في الرياض، راح المكة. طبعا الرياض مكة مدينة كلها بلد واحد هنا، لكن انا اقصد شلون ما قدرنا نلقى المؤسسات هذه اللي او المواهب هذه اللي ممكن تصور لي فيلم احترافي فن. يا جماعة في فيلم عرض في امريكا حديث الساعة هو، بس انا اذكره بحكم انه انتم الان متوجهين كلكم اعلاميين، خلال اسبوع ايراداته 550 مليون دولار. ما شاء الله. هذه ايرادات فقط سينما. صح. انت تتكلم كم؟ فوق 500 مليون هذا باسبوع. متخيل كيف الوضع؟ صح. احنا بحاجه. ما انا اعجبني بعد سؤال واحد من من من, من الاساتذه الكبار في الاعلام عن قناه فضائيه، قال المجال يتسع لمين؟ للجميع. افق الاعلام كبير. صح. كبير جدا. لا شوف القنوات الان الثانيه تفتح 30 قناه غنائيه وكلها تمشي، كلها ماشيه. طيب ليش احنا مثلا دولة متدهرين ومنطلقين وهم يعصون رب العالمين؟ صح. وهم هدفهم سيء وافساد الناس، واحنا واعلامنا الهادف الاقوياء فيه فقط قناتين ثلاث تعد على اصابع اليد الواحده. كذلك المواهب. انا اقول انت يا فارس الى وين يعني باذن توصل؟ الله. هل بنشوف فارس بكره؟ طبعا انا كان لي شغل في بعض الجمعيات الخيريه والمكاتب التعاونيه للدعوه والارشاد عندنا في خميس مشيط وكذا، ف يعني مثل هذه الاشياء لما يعني بالفعل الجهات هذه الجهات المحافظه تفتقد مثل هذا الجانب، الجانب الإعلامي القوي. حلو. وأيضا الأفكار التسويقية أو الأفكار الإعلامية يعني. يعني ممكن أنا أعطيك أخرج لك مثلا فيلم عن مؤسسة معينة أو شيء زي كذا، وبرضو أعطيك أفكار إعلامية كيف أنك تقوي، لأنه أغلب يعني التسويق الآن على الجانب الإعلامي. حلو. فيعني تسويق اعلامي كم؟ اي نعم. فمساله التسويق الاعلامي الافكار الاعلاميه الجديده تركي. وكيف انك تظهر اسمك انت بليدك ما عندنا تركي واحد بس. هذه من الاشياء اللي باذن الله اني اسعى لها
كثير من الجمعيات، كثير من المؤسسات. احنا ننتظرك على احر من الجمر يا فارس، وباذن الله ما تنام عين ونشوفك. طبعا في المخرج الكبير في افكار اعلاميه كذا خفيفه بيني وانا والشباب، يا سلام، ما بتظهر للجمهور الا بعد البرنامج. لا يا سلام، فينتظرونها وباذن الله تعجبهم. جميله والله، الله يوفقك والله، هذا شيء يسعدني. ما ودكم صحصح شوي؟ صحصح سلمان، روح صحصح شوي سلمان. سلمان يا سلم الديان. لا والله مو تعب، النوم النوم يشكي. لا النوم هذا اللي بيروح للعلاج الطبيعي. لا الحين الحين هذا صحي، روح. تدرون ان سلمان كان اليوم ما بيسوي لي شيء يوجع قلبي؟ لا تنشبها في صف ابو عسير. نعم رجاء، انت ربك ما قلت شيء. ويا سعود العلي عذبني، ملهوف الحشا وتعبني، واغبني عليه واغبني من غير جميع ارقامه، صده ما عرفت اسبابه واللي ما حسبت حسابه، غير رقمه واتسابه وسنابه مع انستغرامه، هجره خنجر في قلبي ووجدي عليه ووجدي، وجد المستهام بنجدي لا هبت عليه انسامة، نار تسطلي في جوفي وانطال الجفا يا خوفي. اي والله يا خوفي، ما شفته افقد شوفي والمغرم تروح ايامه. اي والله، ما شفته حوالي حولي مليحي له لا حولي. اي والله، خذني للمطار الدولي والمشتاق شد حزامه. وين رايح؟ حولني بصالة هثرو واركب باصها والمترو، يلي ما دريت وفدرو عاشق لا له باللامع، وصى الناس فردا فردا يا من عينا في لندن، قل له في فؤادي معدن ذاب من الجفا يا خوفي. يسلم يسلم، الله يسعدك. انا يوم جبت على المطار قلت له بيروح لما بينزل مطار القصيم ولا مطار حايل ولا راح الا قريات، هو اترك بتروح الهثرو. كثير اروح الله العظيم يا ابو وسل، كثير اروح الهثرو. ابو هثرو وين هذه؟ اقول بس ما شاء الله، اقول ما شاء الله شوي. هذا الرجل اللي كاتب هالقصيده في زوجته ما شاء الله يدلك على انه الحنين والحب شيء فطري. عندي سؤال لكم كلكم يا الاربعه، الله يسعدكم ويطول اعماركم. ابغى طبعا اول شيء خلونا نشوف الطبخ بالله عليكم. وش الزيت؟ وش الزيت؟ السلام هنا زيت المقلي بال شو اسمه بالبصل. هلا والله، هذا زيت المقلي بالبصل. طيب الزيت المقلي بالبصل او البصل المقلي بالزيت. حلو، وعندك الزيت المقلي بالباذنجان. الباذنجان مقطع شرايح كبار، وهذه افتحها لي بالله. طبعا بصل شو اسمه هذا البطاطس، هذا مسموح ذواقه؟ نعم مسموح ذواقه، تفضل. مو ممنوع؟ لا مو ممنوع. بسم الله، تفضل اخوي ابراهيم. شكرا حبيبي. هذا طبعا شو اسمه والله اي هنا بسم الله، لا تنسي تسمي بسم الله. طعمه فوق الخيال ما شاء الله. انا حطيتها عشان بحيث انه ما طيب ممتاز. انسى لك الدجاج. الدجاج نعم، هذا الدجاج مسلوق الان. واو نعم، انت خرجت من كذا تشيله ما شاء الله تبارك. ها تشيله وخليه. طيب حركه خلينا نشوف ايش صار عليها. زلق يا سلام يا سلام. ربع كذا يا اخي، هاد جاي جهدي ممتازه والله، والدجاجه طيبه. من اللي جايبه لكم؟ هذا عبد الرحمن براجي وجاء. ما شاء الله، خلينا نشوف. اوه شغل نظيف، شوف ايش كيف كان البطاط. شغل نظيف البطاط كيف هنا هناك. ما عندهم زهر هناك؟ اللي عندهم اي زهر موجود. ممتاز ممتاز، يا سلام يا سلام. طيب ورني هذا، سلق الدجاجه. وش كيف وش الزين يا فارس؟ وش الزين يا فارس؟ باقي ما قد شفت شيء. يعني ضامنين ان شاء الله الميتين باذن الله. والسجن لمين؟ والسجن ها؟ لمين؟ السجن لمين؟ القدام. يا سلام، حلو حلو. اقول ابو يحيى والشيف جنبنا يا اخوي والخاطر. طيب سؤال يا شباب اسال. نبدا بما ان احنا هنا، نبدا بتركي محمد. نعم. تركي الله يطول عمرك، وش الشيء اللي تحبه؟ دجاجنا. وش الشيء اللي تاكله؟ او الشيء اللي يؤذيك؟ وش الشيء اللي يسعدك؟ عطني الشيء اللي يسعدك وعطني الشيء اللي يؤذيك. اللي يسعدني اني اكون سعيد اللي جنبي سعيدين. الله، زي ما كنا نضحك اللي جنبي كنا نضحك. يا سلام. واكثر شيء يزعجني الامانه
انا ابغاك تكلم يعني تعلمني بس هذا الشيء اللي يسعدك. اللي يسعدني ان امي وابوي يكونون حيين حد ما انا حي في الدنيا واني اشوفهم قدامي واني اسمع صوتهم راضين عني. يا سلام. اولادي يكبرون قدام عيني وهم بخير وبسعادة، اللهم احسن خلقهم وخلقهم يا رب. على فكره امس يا شباب، على كلام اخوي تركي، امس يا شباب في محكمه من محكمه خليجيه بالدول دول الخليج، سلمان اسمع هذه السالفه، امس محكمه قريتها امس الخبر، محكمه في محاكم دول الخليج بدون ذكر اسماء، حكمت على شاب، القاضي حكم على الشاب انه يجب عليه انه يزور امه في الظهر في الاسبوع مره، او ما كان يزورها، ما كان يعرفها، وحكمت عليه المحكمه اجبارا انه يمرها ويزورها ويسلم عليها هناك. الله المستعان. بس والله ما تدري ايش تقول يعني. ذا الغالي تبي السعاده، الله لا يسخط عليك، تبي وظيفه، تبي النجاح، تعلم امك وابوك، خلانك خربت فاضيه استراحات وما استراحات وقلت خاتمه. انت ترى تموت، يموت تموت امك ولا يموت ابوك وقسم بالله، وانت ما براضين عليك والله انت تروح فيها. انا اقول انا اقول دائما صديقان صديقان لا يفترقان، هذا مثل عندنا في حياتي، صديقان لا يفترقان، بر الوالدين والنجاح. تبغى تنجح بالحلال في شيء احفظوها من ترك محمد، صديقان لا يفترقان، بر الوالدين والنجاح. والنجاح والله طيب. ما كمل على قد ما لقيت صعوبات في حياتي انا اكبر اخواني، على قد ما لقيت صعوبات في حياتي اللهم لك الحمد حتى ترضى، على قد ما س... ما... ما... تتيسر تتيسر تروح تمشي تتيسر. طيب ترك محمد واصل. اكثر شيء ضايقني انا. طيب اللي يسعدك جلستك مع امك وابوك شوفتهم وانك تسعد الناس اللي حواليك، وجودي في المسارح اقسم بالله العظيم لا طلعت المسرح وشفت الصغار يضحكون، شفت الكبار يجون الله يعطيك العافيه. انا شفت صور لك يا تركي مع اطفال صغار تصور معهم في مسرح، حتى كاتبين ذولي بنات تركي بمحمد. الله بناتكم؟ لا لا ذولي اطفال العمر، ذولي فريق اطفال الاسلام، ذولي بناتي. وافتخر صراحه ان يكونوا تحت ادارتنا ما شاء الله تبارك وتحت عيوننا، لان والله اني اتعامل معهم زي بنتي رنا، وترى بنتي رنا في عمرهم. اوه جيبوا رنا يا ناس. طيب حبيبنا الشيء اللي يؤذيك؟ اكثر شيء ضايقني اني اول النيات. يعني انت في خاطرك شيء ولا قلت شيء افسرها على مزاجي. يا سلام. بس المشكله يكون تفسير في الخطا. طيب يا اخي ما دام انك فسرت وشدت حيلك يا اخي احسن النيه، يا اخي احسن النيه وفسر في الخير. هذا اكثر شيء ضايقني انه انا احيانا تتصرف انت وتفعل شيء القصد منه يكون ايجابي، فجاي كل واحد يعفس اجزاخ يدمر كل شيء. اي والله نعم. انا اكثر شيء هذا اكثر شيء. طيب اللي يسوي كذا معك هل انت ترضى عليه يعني ولا والله شوف سامحه، خاصه اللي يتكلم عليك، اللي مثلا يستهدف نيتك ويتكلم ويكتب في مواقع التواصل مثلا عنك، مثلا يعطيك مثال يعني، ولا مثلا يقابلك في مجلس يتكلم عنك ولا اي شيء. ها احنا جينا بخصوص البرنامج. ايوه احنا جينا هنا وقابلين كل شيء. انت تدري ان انت كشخص ممكن احب عبد الله الجميري اكثر واحد، بس احب فارس. حلو. وهذا موجود شيء من الله. هذه موجوده طبيعي. فاللي بيسب اول شيء اللي بيمدح ولا بيثني ولا بيدعي فانا اقول الله يجزاه بالخير ويرفع قدره. اللي بأول ولا بيتكلم ولا بيسب الله يسامحه والله يجزاه بالخير والله يجعله يلاقي بدل الخير خير. يا سلام. الدنيا رايحه رايتك بيضه والله. والله الدنيا ماشيه. انت ايش عندك مشكله فارس؟ ما هو الشيء اللي يسعدك والشيء اللي يؤذيك؟ لكن قبل ما تقول لنا بنشوف اللايكات. اسلم. بنشوف اللايكات لانه قبل شوي كان يقول لي اللايكات وصلت مدري كم. خلينا نشوف الحين جمهوركم ومشاهدين الكرام اللي دخلوا حساب قناة بداية في الانستغرام وصوتوا لكم وليكوا كم. ها يا جمهور يا نايف كم وصلوا الشباب؟ الله يسعدك الله يسعدك ويطول عمرك. سلم حبيبي. سلمان الباهلي وفارس القعطاني 14,000 ما شاء الله لايك ينطح لايك. اما فنجان اشرب اشرب. اما تركي بن محمد وعبد الله الجميري فما كان هذا املي، كنت متوقع انكم بتجذبون الناس بكلامكم بطريقتكم بليكون لكم، لكن يبدو ان وعد فارس القحطاني شكله بيتم يوم قال اشوف السجن بين عيونكم. والله من نظرة الرجال من نظرة الرجال تعرف خوافيه. هارد لك يا تركي، هارد لك يا
حبيبي الحمد لله ترى عبد الله خلصنا الفقره 16000 كفو يا ابوي 14 حنا يا حبيبي اسجل لهم اقول لكم الاخير اسجني القناه قويه قويه شوف شوف لا تحكم طيب فارس لا تحكم الشيء اللي يسعدك حق التالي يا حبيبي الشيء اللي والله اللي يسعدني كثير يعني النوايا الطيبة الخطر الزينة الابتسامة سلوم الخطر يا الله يطعني بس أيضا اللي جنبي يكونون مبسوطين سعيدين كذا السلام عليك و كل حاجة جميلة كل حاجة جميلة في الحياة معليش بس هذا هذا ذاب بعينه شوي أنت كل اللي حولك خطرهم إيش زينة زينة والنوايا طيبة والنوايا طيبة وسعادة الجميع اللي حولي يعني اللي يعيش لا أنا أبغى أسعد فارس القحطاني كيف أكيد لو أعطيتك طبعاً جيب لكسز أكيد ما راح ترد عارف هذه مفروغ أكيد منها أكيد لو أعطيتك طال عمرك أبو أسيل أنت تسأل عن حاجة مفروغ منها يعني طيب ممتاز يعني الأشياء اللي خواطر الناس أنها تكون راضية وأنها نعم. تكون طيبة هذا وفي شبه ولا مانع من قليل الهدايا في شبه تركي محمد نسعد كثير الله يجزاكم خير وكلكم ما شاء الله أخلاق وتعامل الله يجزاكم طيب الشيء اللي يؤذيك وش اللي يؤذيني الكذب والكذابين والكذابين أعوذ بالله من الكذب و يعني إنكار الجميل عرفت اي والله إنكار الجميل انا اتوقع هذا الشيء الشيئين ابو كاتب وعلمه الرماية ابو كاتب شوف ابو كاتب انا ما قد جيته ورجالا ما قد اخطا علي اخاف ان ابو كاتم يخاف منك يا فارس ها لا شاف طال عمرك هاللحيه وذا الله لا اخاف من دعاء انا الليل واتراب لا الله اكبر ترى انا شخصيا الحين بقول ابو كاتم الحين لو جبت طاري ابو كاتم تنرفز عبد الله الجميري شابك مع ابو كاتم انكم بكره تحبوا يا اخي اوجه رساله انا بدايه البرنامج كنت اخاف منه عشان الصوت وعشان هيبته وجه منفخ ذا والان وخشمه ل 6 متر في 70 والان ايش؟ الان اقول له ايوه اوجه رساله يا قوي عبد الله الجميري أيوة. وراني تعلق في خشمك ايش دعوه؟ والله ما اخليه جبل ذا مو بخشم يا رجل يعرف خشمه كم كبره هو هذا كل استغفر استغفر قل استغفر الله استغفر الله ما يجوز استغفر الله انا لاحظ انكم اقوياء هنا لكن لو دخلت الكوفي جن روم ليه؟ لا ترفع يدك تقول ها يا ابوي هذا من هو ذا؟ من قوة هيبتي قال لي عبد الكريم قلت له اسمع اسمي عبد الله وعبد الكريم يا ابوي هذه قلتها لي هنا ايه علق وقريت لخمك 200 سحبها منك تدري ايش المشكلة عبد الرحمن؟ عارف عبد الرحمن؟ امشي انضبط وتمشي امورك يا ابو جميري اي والله صح عارف ايش المشكلة؟ انه يجي يقول عبد الرحمن الفراج ليش تسوي كذا؟ خصم 100 طيب خصم 200 ايه جاي من بيت بدك تخصم عليه لان القاضي هو القاضي ياخذ الطرفين ياخذ الكلام اللي تخصم عليه والكلام المقصوم حلو ياخذ كلامي طيب خلاص خصم 100 قال الله اكبر 100 الجمهور جيب 200 غيره هذا هو الجمهور هذا الجمهور هذا الجمهور اللي يدق وجه ابو كاتم يقول عبد الرجميري خذ 700 خذ الدرع لحظه انا الغلط انا الغلط ها مشينا لك خشم الجبل لا والله هذه مشت متعلق متعلق بجبل مو بخشم مع احترامي لابو كاتم لكن ابو كاتم يبقى اسمع اسمع لحظه شيء لابو كاتم يبقى ابو كاتم واحد من اعضاء البرنامج اعضاء البرنامج مو بعض عبد الله الجميري اسمعني عبد الله الجميري هم الجمهور حبيبي لا 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 والله الرجل اسم اللعبه انا بعدين بعطيك معلومه بسيطه تفضل ابو كاتم شوف والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه اللي رفع السماء ونزل الارض اني ما اعرفه أنا في البرنامج أقسم بالله ما أعرف والله ما أدري من هو شفته في التلفزيون بس مثلكم أوه. هنا لأني أنا بالليل تعرف ما أجي صح. وهو يجي بالليل نعم. فما أعرفه لكن شوف أبو كاتم يستند على أنظمة ولوائح شاف شغلة معينة أكيد بيخصم عليك مو معقول بيخصم على تركي وبيترك سلمان ومو معقول بيخصم على سلمان وبيترك فارس لا بس نبغى العدل حنا فهم لا طيب نبغى العدل خصمت علي في قضية لا معلش عبد الرحمن اعطني ثاني واحدة بس خصمت علي في قضية ايوه والقضية هذه شفت انها قوية انت من وجهة نظرك اخصم على عبد الرحمن الفراج نفس القضية انا سيبيلك ترويقة فنجان انت يا تركي والله اخصم على عبد الرحمن الفراج نفس القضية اما انك تخصم علي وتجلدني لا غلط ما عاش من يجلدك وانا حي وشمال هواء ما عاش من يجلدك وانا شمال هواء دق عليه بيجر بس شوف على طول عندك ان شاء الله هذا واحد وسيل اكتب ساعة ابو اقول له مهما خصمت ايوه احنا على نهجنا وعلى طهبلتنا وعلى استهباننا جو والله صم بدينك ومجنينك يا ولد حتى اسمع ابراهيم نقول لك اسمع يا ابو كاتم كفو والله كفو انا يعجبني الواحد اللي يتحدى ايش تحدى الانسان اللي يتحدى
بس تحدى بس خلاص خلي ريلاكس يا اخوي ريلاكس الدعوه يا اخوي تحدى جبل تحدى وبعدين دسم شواربك وكل واشرب وادخل برايم واطلع والله شوف شوف مع انه الجمهور اسمع يا جميري خاصه انت عقب الخصميات اشغلوني اشغال يا شيخ ما انام الليل لا لا يشغلهم بقى ولا ما ادري ايش خلي حافظي حافظ كل شيء حافظ على رصيدك تبغى تنفق انفق تبغى تحافظ تحافظ انت تعرف مصلحه نفسك فارس ترك ما كملت بسرعه تكفى عشان وش اكمل كمل الشيء اللي يؤذيك قلت لك الكذب انكار الجميل ايوه ابتعاد الشخص عن القيم والاشياء اللي القيم والمبادئ القيم والمبادئ هذه الاشياء اللي تؤذيني جدا فقط طيب لحظه تركز عليها النقطه دي بس ابتعاد الشخص عن القيم والمبادئ يعني يطلع من هنا محافظ واخرتها طال عمرك في قناة ثانية نسوي كليب غنائي هذا قصدك يعني هذا مرة لخبط بس أنا أقصد القيم والمبادئ الثانية في حياة الشخص يعني مثلا في تعاملاتها مع الناس مع كبار السن يعني أخلاقيات أخلاقيات أشياء زي كذا يعني هو تربى على شيء كويس مع أهله ومع والدينه ثم تلاقيه لما يخرج عن جو العائلة وجو المجتمع اللي هو فيه تلاقيه الشخص ثاني ذي قاتلة فما هي بزينة له ومرة الله يسعدك تؤذي الخاطر الله يسعدك يصير خاطر شين خاطر شين ويوفقك أبوني خاطر شين اللهم امين يا سلام طيب حلو هذا فارس الان ذكر لنا الشيء اللي يسعده والشيء اللي يؤذيه وتركي بن محمد ايضا ذكر لنا الشيء اللي يسعد والشيء اللي يؤذيه باقي لنا سلمان وعبد الله الجميري لكن في فاصل قريب الان قبل الفاصل ممكن نسمع مقطوعه لا شوي دقيقه روح باهلك نبغى مقطوعه نبغى سيمفونية بدون موسيقى موسيقى حرام ما أحب موسيقى حنا كفك اسحب ملفك كفك يلا يا أبو يا رسول الله حبيبي يا رسول الله عليك أطهر صلاة الله وسلامه يا حبيب الله هذا طبعا عمل لي انا اسمه يا رسول الله الله يسعدكم وعطنا فاصل يا تركي من دون ما تنظر الى هناك مع المطبخ ومع أيوة. عبد الرحمن فراج ايوه نطلع فاصل أيوة. وراجعين لحنا مقلوبه نتواصل السلام عليكم الله عليك هذه الفقرة برعاية رز بسمتي بمختلف الأنواع يلبي كافة الأذواق ملك الأرز اسم على مسمى واجعل الإقدام غاية نبتسم لك في النهاية أعلمك أعلمك بعد قلبي والله أنتم مستفيدين حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام عدنا لكم من جديد مع برنامجكم وفقراتكم زد بهاراتك من برنامج زد رصيدك فيها اليوم الجميل الثلاثاء وندعو لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا الطلاب والطالبات أنتم مقدمين على اختبارات توكلوا على الله من توكل على الله كفاه ومن استعان به هداه وكفاه لا تشيلون هم الاختبارات تشيلوا هم فقط انكم بس تحرصون على المذاكرة وتذاكرون لانه الله في النهاية اللي بينجحك ورب العالمين ثم جهدك ولو كتب الله لك انك ترسب والله ما ينجحك احد لو يا شيخ المدرسين كلهم والمعلمات كلهم يدفونك ويساعدونك اللي ابغى اوصل له بس مشاهدينا ابو ابراهيم الحلوين هذولا والرائعين تركي بن محمد وحبيب القلب عبد الله الجميري
امس كنت مع واحد شهري وقلت الجميري، يقول اوه الجميري وين رحت، يقول قال كلمه عاد حلوه بس ما بقايلها. وسلمان الباهلي وفارس القحطاني. سلمان الباهلي حطيت ايش الحين؟ ها هذه الزهرة. اي نعم الحين الزهرة خليها تقلي شوي، ثم نضيفها مع الباذنجان والبطاطس يا طويل العمر. ماشي خندق بطاطسكم شوفوا زين ولا لا. بسم الله وعلى بركة الله. بالله كيف؟ بسكوت. الله عليك. بسكوت. الله عليك. ابو واسيل تذبحني ذبح. قبل ذا بس الشباب عندهم الان بنسأل الحين جاء دور سلمان، بس لو تسمح لنا يا فارس. سلمان وش الشيء اللي يسعدك؟ وش الشيء اللي يؤذيك؟ والله ابو اسير شوف يسعدني بسمة الوالدة هذه. ابتسمي يا ام سلمان، عطي شق الابتسامة الحين. هذه بحد ذاته اكبر سعادة لي. اي والله يا جماعة تكفون شوفوا لنا مداخلة مع ام سلمان الباهلي ولا مع ام تركي ولا ام جميري عبد الله ولا ام تركي، شوفوا لنا ولا فارس. يلا شوفوا لنا دبروا لنا تكفون، نبغى نسمع واحدة من الامهات تسلم عليهم. طيب. فكثير والله الاشياء ابو اثيل يعني، لكن اهمه ابتسامه الوالده ورضا الوالده عن هذا اهم شيء، وثم رضا الناس يعني الجمهور. واهم شيء رضا مين؟ رضا اكيد رضا الله عز وجل اولا، هذا ما يختلف عليه. رضا الله في رضا الناس، رضا الوالدين في رضا الوالدين. يعني انت اصلا ترضي امك وابوك ترضي رب العالمين. اللهم لك الحمد. لا هي رضا الله عز وجل يعني هو اكبر شيء. طيب. مفروغ منه يعني ايضا وش يسعدك بعد؟ عطنا اشياء تسعدك في الحياه بشكل عام. والله ابو اسيل كثيره يعني رضا الناس شيء يسعدني، او مع انه غايه لا تدرك لكن رضا بعض الناس. نعم والله بيصير او حب الناس لي. الله بيصير شغل. اشياء تسعدني الصدق معي، يجي واحد يكون صادق معي، هذا الاشياء اللي احبه بالشخص يعني. الشخص اللي يعطينا آراءه، يعطينا انتقاداته، ناصح لك يعني، ناصح اي بقلب ناصح لي، مو بيعطين كتثبيط. حلو. كيف نلعب يعني تقريبا في اشياء كثيره والله. تقريبا هذه اشياء تسعدك يعني، هذه ابرز الاشياء. ايه وجيب لوكسز هذا اهم الاشياء بعد. اعطوه جيب لوكسز وجاريه وغلام تبل. هذا من اهم الاشياء ابو اسيل. الأشياء اللي تضايقني يعني يمكن ال يقولون فيك سنت كانت تبي. يلا ما يضر شيء يزيد إلا شيء. والله زين أحمد ربك يا زين. طيب الشيء اللي يؤذيك يا والله الشيء اللي يؤذين الله يبعد عنا وعنك وعن الشباب كلهم الأذى، ومن قال آمين. الشيء اللي يؤذين أو يضايقني دمعة الوالدة إذا كنت أنا سبب فيها. هذا وش هذا؟ إن شاء الله ما تدمع. إن شاء الله ما تدمع، لكن إذا دمعت يعني إذا دمعت الوالدة أو تأثرت وكنت أنا سبب يعني خلاص تقفل الدنيا بوجهي. تضيق الدنيا. نعم. إيه. لكن إن شاء الله أني ما أزعل الوالدة بحياتي إن شاء الله. في أشياء كثيرة يعني ما بقي لك إلا هالوالدة بهالدنيا. الله الله يعني الله يا رب يطول عمر أم سلمان وأمهات الشباب كلهم. آمين. يا رب العالمين. آمين. وفيه والله اشياء كثيره يعني هذا شيء يؤذيك خلصنا منه. اللي هو ذا وجع لك ما تشوف دمعتها. آمين. وانت تشوف ابتسامتها وفرحتها. آمين. لكن في شيء ثاني، في شيء يخص الناس يؤذيك، في موقف معين انت ما تحب تشوفه مثلا. لا سوء الظن، سوء الظن يعني بعض الناس تلقاك قايل كلمه. انا بسالكم انتم مركزين على سوء الظن ليش؟ سوء الظن والله لا لانه شيء إذا زان الاحسان الظن والله تزين كل شيء في الحياه. نعم تفضل. ان بعض الظن صح. لا احيانا ابو اسيل يعني تقول كلمه بقلبك شيء معين يعني صادق فيها، فتجي تفسيرات يعني احيانا من اللي حولك من اللي يعرفونك، احيانا من بعض الناس اللي ما تعرفك، يمكن بعض الناس ما يعرفك. ايه قلت كلمه يفسرها ألف تفسير خطا، فياخذ عليك ويثور عليك وليش انت قلت الكلمه هذه ومدري ايش، مع ان انت نيك وقصدك جانب ثاني بعيد عن اللي هم تكلموا فيه. فحسن الظن يعني مطلوب كثير وكثير والله الاشياء اللي يعني تضايق، لكن ممكن هذا اهم شيء. هذا ابرز الاشياء. هذه ابرز الاشياء يعني. جل الضيق ما يلقى القلب في قلب القلب بطريق. امين. انت كل من قال امين الشباب كلهم يا رب. يا المسلمين. الله يسعدكم. طيب عبد الله. سمع قلبي. عبد الله الجميري قبل ما اسالك عن وش اللي يسعدك وش اللي يفرحك او جاني هنا سؤال، تقول واحدة أم لاتين أظن قبل شوي قريت تقول أنا زرعت قوقعة في إذن
طفلي حلو قوقعه حقته ايه عنده اعاقه سمعيه اعاقه سمعيه تقول وانا الان ابني قريب من دخول المرحله الابتدائيه الان حلو تقريبا بيدخل اولى ابتدائي إيه؟ فتقول هل الان الوضع عادي يبدو لي من كلامها انه متقبل يسمع يعني على كلامها قوقعه يسمع يعني فكيف دخوله في ابتدائي اولى ابتدائي اصلك موضوع نعم هذا لا يفيدك يا على لا واحد على التلفون ولا واحد تشاهدينه ولا لازم تودينا عند اخصائي اعاقه سمعيه عشان يقيس مدى سمعه نعم. ويقيس مدى صلاحيه القوقعه الازرقتيه فهو يحدد هل يدخل ابتدائيه شو اسمه عام ولا 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 ما اعاقه سمعيه حلو ما, ما مستحيل اشخص كيف اشخص صح ولا لا انا ما ابغاك تشخص انا ادري صعب التشخيص لان قبل شوي قلت انت كل حاله منفرده لكن انا ابغى كلام عام غير انها تروح لاخصائي ما في كلام عام صراحه اي لانه على حسب يعني اذا هو يسمع اذا هو يسمع زي عندنا جهاز زي طقه الجوال حلو حطينا مثلا فاقر الغرفه اسمع عرفتي فاقر الغرفه ما تجربيها الان فاقر الغرفه حطي الجوال نقبه الجوال وخلي هو عند الباب مثلا أي. اذا سمعها فانا سمعه ممتاز اذا سمع طقه الجوال هذه رنه مثلا خليها في الوسط اذا كان 10% ارتفاع خليها 5% زينها متوسط اي متوسط تكفي كذا فيكون السمع لان, بعض, لأن بعض الناس حاد السمع الشيخ يسمع النمله وهي تمشي سلام عليك اي هذا ما شاء الله تبارك الله عليك الله يجزاك والله ابو كاتم يا ابو كاتم مثل ما خصمت على عبد الله الجميري شوف الدرر والاستشارات والفوائد اللي يعطيها المشاهدين والمشاهدات ما نبي منه فضل حنا نجيبها كذا نجيب الدرجات طرق نعم ما نبي منه فضل ولا نبي منه درجات اقدح خله يجينا وبطن هذا المنتخب استطاع انه ينرفزكم ابو كاتم مره ما ينرفزني استطاع انه يخرجكم عن طورك نعم نعم استطاع ما ينرفزني يخرجك عن طورك يا عبد الله ما ينرفزني عبد الله الجميري اللي اعرفه الموهبه المتقده الشاب ذا اخرجك عن طورك خلاك زي المهلوس بس ابو كاتم ابو كاتم شو عبد الله تدري ال 200 صارت خير لي صرت ما عندي اي مشكله الان ما عندي اي مشكله ولا يهمك شيء ولا يهمني اي ويا جبل اقدح من راسي يا ابوي ويا جبل ما يهزك ما يهزك ريح ما يهزك ريح اسبح يا ابو ترى اذا قال اسبح خلاص يعني اموت ابو كاتب وش اللي يسعدك انت ما تقول وفاه ابو كاتب لا 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 اوفر يا ابو اسيل وفاه ابو كاتب انتبه ايش اللي يسعدني تبي صدق ولا اخ الصدق سب الصدق يا طويل العمر الصدق لا جاك مثلا الشيخ علي المري لا جاك المشايخ لا جاك الضيوف بعد الهواء او على الهواء قال لك يا عبد الله أيه؟ ترى في اطفال قاعد تضحكهم ترى في 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 ناس قاعد تبتسم قاعد تضحك قاعد تسعدهم اقسم بالله اني اتشقق اي والله يعني تحب انت انه ترى اثر شغلك اكيد انت لا ابتسمت الحين علشاني مو بتفرح انا مبتسم علشانك على طول يعني هذا عشان انا اتشقق داخليا يا بعدي انت يعني هذا الشيء اثر فيك يا اي والله هذا الشيء اللي واجهته في البرنامج الحمد لله اللهم لك الحمد وشيء يسعدني صراحه طيب عموما عموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صلى الله عليه وسلم يقول ان من احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم يا سلام والمسلم يشمل الكل الام والطفله والطفل والولد والبنت والشاب الى اخره اللهم لك الحمد هذا شيء يسعدني الحمد لله والله جميري جميري قد قلت لك كاني اشوف هذا من اهدافك سامي والله قد قلت لك من اول قلت انت تمتلك شيء محسود عليه او مغبوط اللي هو يعني نص. الفله والظرافه والابتسامه الجميله والحركات خفيف دم ابو جميل اي والله انا حبيت من اول اقول ابو يحيى اسلم يا ابوي اقول لك الجميري انا حبيته من اول نظره يا بعد قلبي من نظره الرجال يا بعد قلبي يا ابو فراج هذا السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هذا شيء يسعدك وش اللي يسعدك بعد والله سعدني اكيد يعني ما يبغى له واحد اثنين هذه إيه لا تحرجني اذا كان ابوي وامي راضين عني هذا حاجه والله مبدا عندي انه ان شاء الله ما انام الا ابوي وامي يعني راضين عني وهذا حاجه تسعدني واذا كنت كنت مرتاح سويت شيء زعلهم مره وش اسوي والله هذه اتضايق انا والله اتضايق مره اتضايق انا ما بالغ ولا مثاليه وذان البار لا بس اتضايق تخيل انت تطلع من البيت امك مو راضيه عليك فهمتني؟ يا شينا والله يا شينا والله ترى من جد يعني بغض النظر عن اي الان اي مثاليات يا شينا تخيل تطلع من البيت تفكر امك ما راضيه عليك انت كذا ما رضيت امك مع السلامه طاح تصدم تموت اسمع تموت امك وانت تتحسف تتحسف على الدقيقه الواحده اللي امك هي ما راضيه عليك
صلى الله عليه. الله يرضى عليك. امين يا رب. يرضى عليك يا رب. بل اني احلى دعوه اسمعها انا لا قال احد الله يرضى عليك. تقلب الجو. لانه اذا رضي عليك الله صح. ورضى الله ربطه الله رضى الله في رضا الوالدين. الوالدين صح. يعني يبشر اللي يرضي والديه يبشر. واذا الله راضي عليك والديك راضي عليك اعرف تمام تيقن الناس كلهم يرضون يحبونك. ما يهمونك. لا اقول لك يعني اذا رضيت رب العالمين ورضيت امك وابوك رضيت ذولا ما عاد يهمك احد. صح ما عاد يهمك. اقول لك بكل صراحه صح. الناس وانا اخوك ما بين راضي وما بين زعلان والناس في ناس تحبك وفي ناس تكرهك لكن الجنه وينها؟ الجنه تحت اقدام الامهات. طيب اعطيتنا هالشيئين في اشياء تسعدك بعد يا والله الحمد لله. لا يعني كل شيء كل شيء بطل وشيء حلو. حب الفلة ترى على فكرة وسع صدر يا أخي. يا أخي ابسم يا أخي اضحك اضحك الدنيا تضحك لك. ابسم يا أخي لا 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 تزعل نفسك. لا عرس يعني الواحد ده لا يزعل والله يزعل. الدنيا ما تسوى الدنيا صغيرة يعني خذ مشي الحياة بابتهاج. ما تسوى الدنيا سهلة. ما تسوى الدنيا بسيطة. الدنيا اسمع 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 الدرر يا فارس يا سلمان اسمع الدرر المواهب. والله بعض اقول شيء. طيب خلينا بنروح للشيء اللي يؤذيك الحين. اللي يؤذيني ان الواحد ينفس نفسي. عكس ذلك والله الواحد ينفس الحمد لله. اول بدايه البرنامج كنت بعض هالشباب يعني يجي متخوف ذا نفسيه عرفت نفسيه بعض يعني اقول لهم يا رجال الدنيا بسيطه وانت داخل تسعد الناس داخل تبتسم. اذا شافك زعلان ولا شافك مكتم خلاص هم يكتمون لانهم يحبونك هم يزعلون لانك زعلت. فهمتني؟ بعض الناس كذا صح. انا يوم زعلتك مره قبل امس يوم خصم علي والله انت حسبت اني زعلت. قلت الدنيا ما تسوى. والله خصمت الى الحين الى الحين وانت مره جارحك الرجال. لا زال. لا لا, 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 لا. انت الان تقول يؤذيني لينفس وانت يا اذا مقف مو انت منفس انت ودك لو بتعلق في خشمه. لا انا عشان بتعلق في خشمه. بديت تحدي انا. انا بديت تحدي مع ابو كاتم. هو يحسب الدنيا لعبة يحسب الجماهير لعبة ذا يدخله ويطلع وانت تقول له ايش وانا اقول له اربط اضبط نفسك. لا والله لو اوريك شغل تحمس تحمس. الله يا الله انا بحياتي انا في هالبرنامج هذا ثالث موسم ما شفت واحد يزبط كذا. اضبط امورك لا اخف وزنك يعني. والله وزنه ثقيل والله سبحانه جعله يجلس عليك. لا وزنه ثقيل مش عليك من وزنه انت. لا وزنه هو مخوف مش عليك من وزنه هو الرجل هذا وزنه يا اخي. انا عندي وزن لي ما مش عليك وزني. انت خذ خذ فلوسك ورجع فلوسك وخل وزن الرجال له. شوف ترى قلبه طيب. انا مني عرفت انه هو ابو كاتم خير ان شاء الله. شوف اسمع اسمع لا لا هو شوف هو صحيح هذا الناس اللي قاعد ترزق ابو كاتم عشان ما يرسم عليه يرسل رسائل حلوه. ابوي انا ارسل له اقول اضبط نفسك. لا هو تهجب احيانا بس ان قلبه طيب تهجبه لكن قلبه طيب. هو المشكله اذا هجتبه الحين اذا طيب. هجتبه عادي شكر الله. هذا يؤذيك حلو النفسيه وغيره. والله اللي يؤذيني يا طويل العمر انه يعني اخوان انا عارف اخوان عارف ذا وعارف ذا كلهم اخوان سنتين ما شافوا بعض زعلين الله لا يبلغ خاصمين. والله صحيح ترى بلوى يا ترى بلوى على فكره. والله بلوى. وعلى فكره الفلوس دي انتبه انا اخوك المسلم انتبه الفلوس دي توديك هدايا. اقول لك حاجه انا كنت شغال مره في شركه عقاريه جاني واحد يبي يشتري ارض حلو وحدد لي الارض الفلانيه استغربت حدد لي الارض الفلانيه وهذه مو عندي. فلوم انه يوم جاء تبايعنا وكذا شفت اسمه نفس اسم المالك يعني اخوه نفس ابو اسم المالك. يوم نفسه المالك وش اخوان. يوم سالته قال ابغى اقابله. تخيل انه ذا ارسل وكيل وذا ارسل وكيل وخلص الموضوع عشان ما ايش؟ عشان ما يشوفون بعض انه كلها فلوس كلها دنيا تروح. اقول الله لا يبارك فيها فلوس. اي والله الله لا يبارك فيها اللي بتفرقني عن اخواني واخواتي وامي وابوي واهلي. ما يسلمون على بعض ما والله عشان لعاء الدنيا. ومهما تضايقت او زعلت المشكله انه بيندفن ما يبقى لك الا اخوك فاخر الدنيا. ما يبقى لو والله ايش ما يبقى لك الا اخوك. انتبه احرص على محبه اخوك. يا جماعه يا ناس يا عالم مي بمساله كذا مساله يا اخي ان اللي يقطع الرحم قد يصل للعن. الله سبحانه في القران وش يقول؟ يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. صح ربط الله الافساد في الارض بتقطيع الرحم. يا سلام. ثم الله وش قال؟ قال اولئك الذين لعنهم الله. يا ناس وش تدري ايش معنى لعنك الله؟ لعنك الله يعني طردك من رحمته ما يرحمك. اذا ما رحمك الله اصلا ما راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن يدخل الجنه الا برحمه مين؟
اللي برحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث قال ما يعني معنى الحديث، قال ما منكم أحد إلا قال لن يدخل الجنة. معنى الحديث والله ما حفظته، لكن لا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما في أحد. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله يرحمني برحمته. آمين. اللي يقطع رحمه يا ناس يا عالم، هذا مبزوط. الأم اللي قاطع رحمها مع أختها، والأخت اللي قاطعتها مع أختها، والأم مع قريبتها، والأب اللي قاطع مع أولاده، والأولاد اللي قاطع مع أبائهم، وإخوان قاطع مع أخوانهم. ترى الدنيا ما تسوى شيء، وبكرة بيموت وبيدخل هالحفرة ذي، والله لا هو باخذ ريال ولا هو باخذ مية ولا هو باخذ ألف. هالفلوس اللي متهوشين عليها والله ما تدخل معك القبر. هل فرحانين فيها مليون مليونين عشرة مليون مئة مليار أربعين مليار؟ إبراهيم السيف واحد من أخوياي في الشرقية من الشباب المرشد ديني في القوات المسلحة، داعي، رجل فاضل جدا من حفظة كتاب الله، ومعه إجازات ومعه صوته جميل. جلست سوفنيا وكنا في عنده إبل هو بالشرقية ونجلس، يمكن أنا أدرس هناك، قال لي كلمة 1428 أو عام 27، وحنا الآن عام 37، كم لها؟ 10 سنين. قال كلمة يا جماعة عجزت أنساها. هذا أخونا أبو عبد العزيز إبراهيم السيف، الله يسعده ويوفقه. قال لي كلمة إلى الآن كل ما جاء طاري فلوس أموال فلان أخذ أتذكر كلمته على طول. السولفني إياه، وكان معنا واحد شاري مدري غرض وكذا وملايين يسولف عنه. قال عبد الرحمن، قلت ما ودك يكون معك ما شاء الله هالخير وكذا؟ يا أخي الواحد يفرح بهالدنيا. الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب وفضة، وهذه الإنسان. قال عبد الرحمن يلا لك الحبت، أنا يوم القيامة إن الله قبلني إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يقبلني والجنة بإذن الله، لكن هذا اللي جاي معه 100 مليون ولا مليار ريال، الملائكة صافين ويحاسبونه على إيش؟ ريال. وقف عند الريال هذا، منين أخذت الريال؟ وين صرفت الريال؟ لحظة، أخذته أنت من الصفقة فلانية، الصفقة فلانية ربا، أنت حاط بنك ربا، الصفقة فلانية أنت ضحكت عليهم خدعتهم اتفقت معهم اتفاقية وسحبت عليهم، أنت قالوا لك سووا هالطريق الشارع الزفلت هذا، قاولوك الدولة ولعبت عليهم، ما سويت المواصفات. هالريال ذا حرام، سجلوه مع السيئات. الريال الثاني وين انفقته؟ انفقته سافرت ولعبت جيت، ولا تصدقت ولا وديت. ثم يبدأ يحاسب على كل ريال ريال. تخيل الرجل عنده مليار، 1000 مليون، والمليون كم؟ مليون ريال، يعني 1000 1000، والألف كم فيها؟ ويحاسب ريال ريال. والله يا جماعة كلنا نحب الدنيا، وإلى الآن نحبها، ما في أحد ما يحب الدنيا، كلنا نسعى للخير، لكن قل الحمد لله. والله لو بعض الناس لو عنده الدنيا كاملة، الدنيا عنده كاملة ومالية بيته ومالية فلوسه وعنده عقار وا 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 وا, وا إلى آخره، والله العظيم إني كفن ويدفن لحاله. نعم. وبكفن غيره. أقولك شيء، وبيروح طال عمرك ما وراه شيء. سمي الشيخ ما أدري من أي مشايخ والله قال واحد عنده مليارات، واحد مليارات تصدق عليه بكفن يوم مات، تصدق مو بفلوس اشترى كفن. نعم. صدقة الكفن جوبة. عشان كذا ما تسوى الدنيا، صلاة الرحم الدنيا ما تسوى، قطع الرحم. نعم. نعمل يعني المال الصالح في يد العبد الصالح او العبد الصالح. نعم. كويس ان الواحد عنده مال عنده خير. حلو. والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. جميل انك تمتلك مال. نعم. لكن الاجمل انك تنفق هذا المال في صلة الارحام، في الصدقه، في الاشياء هذه. فعلى طار المقاطعات والاشياء هذه، يعني الواحد بس يتخيل انت الان متقاطع مع شخص، متى يحصل الندم؟ في حاجتين انا اتوقع في الدنيا. نعم. عند وفاه الشخص هذا اللي انت متقاطع معه، واذا ما تندمت وانبك ضميرك فالله يرحم قلبك. هذا شيء. الشيء الثاني يوم الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل اثنين وخميس ترفع الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. فترفع اعمال العباد الا ليش؟ المتخاص يعني انظر هذا حتى يصطلح. يعني تخيل تصلي وتصوم وتقول كلمات طيبة وأذكار، ثم في الأخير ما يرتفع عملك بسبب شبر ولا بسبب
تراب عزكم الله نعم. ولا بسبب نعم. اشياء بسيطه ولا حتى بسبب ابناء ولا بسبب يعني اسباب تافهه جدا في الواحد يفكر في السلام الكبير. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد جاء احد الصحابه قال يا رسول الله ان لي ما شاء الله ما شاء الله ان لي اقارب او رحما اصلهم ويقطعوني نعم زين واحسن اليهم ويسيئون الي. قال هل يعني اتركهم او اقطعهم؟ قال صلهم فان كانك يعني تملهم المل او تنثر عليهم المل او زي كذا او كما قال ايوه كانما تسفهم بالمل ايوه يعني انت سوي اللي عليك. في مثلا ولد عمك قاطعك عمك قاطعك مثلا زعلان عليك سوي اللي عليك زره اقله مجرد سلام حتى لو ما رد عليك حتى لو مثلا خيرهم الذي يبدا بالسلام الله الله حتى لو ترفض عليك حتى لو قال لك شيء ابد انت سويت اللي عليك العليا. عموما موضوع طويل ابختمه بس سمي يا تركي ايش تقول؟ الموضوع طويل ابختمه الان بس بهالبيتين اللي اذكر حفظتهم يوم في الثانوي. يقول وذي رحم من قلمت اظفار ذغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم يحاول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي ان يحل به الرغم صبرت على ما كان بيني وبينه وما تستوي حرب الاقارب والسلف فما زلت في ليني له وتوددي عليه كما تحنو على الولد الام. الرساله الاخيره سطر واحد بس لكل واحد قاطع رحمه ترى انت ولا اخوك واحد منكم بيموت الاول واحد منكم بيموت الاول او بتصفحون عن بعض وبتقابلوا اللي بيموت منكم والله ان يندم الثاني واللي بيموت بيندم انه ما صفع عن ابن عمه ولا قريبه ولا اخوه. السلام عليكم. طيب بيض الله وجيكم يا شباب نبغى نلعلع جو كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا يرضاه لنا حالا ذاك جمالنا الله اسمه تعالى كن انت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا فيما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي ترضيني هذا يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تعالى ينصر دينك يا تركي. ايش الروح الحيوية ذي بس بس بحياتي وش ذي يا لا 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 تركي تركي ذكرتني مرة اقبال تعرفون اقبال في قناة المجد في برنامج اهلا اهلا واحدة تنزل تحت وترقى فوق طبعا هي قاعدة تنشد وتنزل تعرف بعض البنات الصغار وتنزل وهو رايح جاي ادق عليه قلت ايش فيك هلوست قال هلوست بيدي بنية طيب الله يسعدكم. طبعا انا داري اول عبارة بتجيني الفرات ساحب على الهاشتاج بسم الله وعلى بركة الله. اليوم انا اشوف الحلقة ثرية جدا الله يسعد الجميري قد ما يجيب لي الضحك الشيخة تقول لي فقرة اليوم نقاشات نتابع بدون جوال احسن قل الجميري احنا معك في شر ولا في قداء ومن هو ابو كاتم والله ما ادري الحين اللي يفوز كم ياخذ اللي يفوز ياخذ 200 الله يطول عمرك ايضا خلاص هذا خلينا نشوف ودنا بس للشباب ودنا باشياء لا دقيقه طيب الان يلا بسرعه اللي بيكتب الحين ها بسم الله تم التحديث هاشتاج زد رصيدك الجميري يقول الدنيا حلوه وبسيطه ما تستاهل انك تزعل وتكدر نفسك وبتسم وفرح واضحك الدنيا تضحك لك حلو يلا ها التحديث الحين 40 ثانية شكله بتجي تغريدات سوا حلو لا تكرر التغريدة عشان يقراها الفراج نبي من سلمان صبر المواني هذه الجوهرة تقول ونبي من الجميري قل لي لماذا لا تصلي الفراج سحب على الفراج حلو المطبخ كذا دايم ولا عشان ما وراي طيب الفراج جعلك تشوف قل للجمير لماذا لا تصلي عطنا لماذا لا تصلي يا جميري يلا بس يلا يا جميري هاي قلبي قل لي لماذا بس ما راح اوضح انا
بيتين ابو اسيل. طيب بعطيك بعد صبر مواني بعد عبد الله. يلا ميب جاهز خلينا نبدا يبدا. لا جاهز. يلا بسم الله. صدى منيب. صدى صدى يا منيب. احلى منيب احلى مهندس صوت. قل لي لماذا لا تصلي يا تارك الصلوات قل لي. قل لي لماذا لا تصلي يا تارك الصلوات قل لي. قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي. انا عارف ان بعضهم سكر التلفزيون وبعضهم تنرفز لكن ايش نسوي؟ لا 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 احنا انبسطنا اهم شيء. ايه لا بدك ليك انت وجميري انت ايش يقول كنترول؟ انت ايش يقولون كنترول لي؟ ايش يقول؟ يقولون قمه الابداع عبد الله جميل. الله 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 يلا مسكر سمعتك صبر المواني. طبعا هذا موال من كلمات الشاعر عبد الرحمن الشارخ مساء الخير. حلو عبد الرحمن الشارخ. عبد الرحمن الشارخ ونعم ونعم. آه يا صبر المواني كم تفارق هالسفن بعضها يرحل ثواني بعضها عايش زمان. آه يا صبر المواني كم تفارق هالسفن بعضها يرحل ثواني بعضها عايش زمان. الباقي نسيته آه يا أبو أسيل. والله الباقي نسيته بعدي أسيل تابع الحين تقول ورا ما ينشد سلمان الله يهديك تقول ورا ما ينشد؟ إيه تابع برنامج بعدي والله أسيل الآن شهرين ويومين ما شاء الله تبارك الله. طيب متى سؤال سلطان بن هاشم سلم عليكم. يقول فارس متى تكمل دورة التصوير؟ والله البارح واحد من الشباب مدري من انت لا وفي واحد برضو مدري منهم وانت سلمان قلت سبحان الله تو تصدق احنا اللي بيك اليوم باذن الله اليوم وبكره راح نتعمق في مسألة الجوال تصوير الجوال حلو انه يعني اتوقع اغلب الناس لا ايه مركزين يعني خاصه جوالات جديد جديد وفي باذن الله تصوير الاطعمه اساسيات حلو. وتكنيكات كذا حلوه يا سلام وادوات خفيفه يا سلام وباقل تكلفه حلو. طيب النتائج يقولون منار تقول نبغى فارس قحطاني يشيل شيء لما نسمع صوته ابشر ما اسمع صوتك من زمان يا فارس اعطيهم موال الحين يلا عاش بن عياش في هذا حلو ها ابشر ابو له خاطر الشين زين يلا بلاد حباها الله امنا وكعبتان عليك يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر أفق أنجما في عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني قدس الله ربها أقوى من كل الحصون قد حباها الله دوما فاقرأوا سفر القرون فاقرأوا سفر القرون عيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنين طيب طيب
الله يقول كل ما شبيت نار المحبة مع حبيب. ما شاء الله بيض الله وجهك الجميري. فارس ما قصرت, صوت جميل, أداء جميل. ونبغى نسمع يا اخوي بعد يا اخوي. انت ما وانا تولي صاحبي يا اخي من اليوم احنا نطلب ما تسمع. ما ابغى اطلب منك ثانيه, انا ما ابغى فقط الجمهور يطلب منك, ابغى انت تعطينا من نفسك. بس عندنا اربعه من الشباب. حلو. لا لا ابد طبعا. لما تقول نبغى نسمع اصواتهم كلهم قران ان شاء الله بعد شوي تسمع اصوات القران. الله يجزاك. ريما تقول الجميري برا تسب ديب كلامه لابو كاتم. يا بعد تبدي والله احنا الجمهور وش فيه؟ إيه زعلان على ابو كاتم بعد الجمهور؟ من مو زعلان على ابو كاتم؟ من هو؟ انا ما نبي زعلان. ما تعرف انت وجه بالليل انت. لا والله بالتالي مسخه والله ابو كاتم مسخه يا فراج. طيب بيطلعنا برايم كذا ابو كاتم. الجميري يقول لك الجميري لو يسمع صوت ابو كاتم يصير مثل مبارك ولد مخلد. من اللي كان يقول لك؟ ها؟ طيب الاحلام. طيب اصواتكم حلوه استمروا. وين سؤال هم يقولون وين ما شفنا مشاريعكم؟ وين مشاريعكم؟ اي مشاريع اذا هم في كلام اليوم يقول يا اخي ما نبغى فقرات نبغى رياليتي, بعدين يقولون يا اخي وين مشاريعكم؟ ما شفنا كوكتيل مشاريع وفقرات. قدمنا مشاريع وفقرات ورياليتي. ترى قدمنا فقرات بشكل كبير, والاداره الفتره هذه قفلت موضوع الاطياف اللي هو صار اسمه مشاريع. اللي جاي ان شاء الله ما طلعنا برايم. كل واحد راح يكون عنده فكره قويه جدا جدا حلو. جدا بس مجرد الاداره تفتح بس تفتح ممتاز. بس وبيشوفوا شيء يحب قلوبهم. طبعا سعود فهد طلب ذيك مره انه يمثل مع الدغيري. اي نعم. عموما الدغيري اثنى عليكم ويسلم عليكم. عليك على السلام على سعود على تمثيلك انت يا ذا وعلى سعود ما شاء الله. وقال ان شاء الله بيصير بيننا عمل مشترك. كفو الله يوفقك يا ابو دغيري وسلمنا على اهل القصيم اللي حولك. والله لي شرف يا ابو دغيري. يستاهلون والله عمر معروف. حلو. قل فارس حنا معك وداعمين لك, استمر يا مبدع الله يوفقك. يستاهل. سلمان اشوف سلمان كثير الجنوب اهل الجنوب معك يقولون انت دائما تقصد الله يطعني ولا الله تقول الله يطعني بس. طبعا في مصطلحات والله انا مصطلحات يقولها دائما. لا لا في مصطلحات دوره شو اسمه ذا مصطلحات الجنوبيه نقلناها الى اهل القصيم. ممتاز. لكن ابو اسيل شوفوا 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 الذكيه هذه اذكى مخلوقه على وجه الكوكب لجين اسمها تقول فراج يمكن تكون انت ابو كاتم. اوه لا لا يعني انا ابو كاتم والله لا اعدم ذا هذا الجميري هنا اذا انا ابو كاتم كل هالقلب القلب الحنين اللي يوزع يا لب قلبك يوزع فلوس يا لب قلبك. لا والله ماني ابو كاتم والله ما كنت شفته بحياتي وربي ولا تشوفه انصحك. طيب عندنا رهف سبيعي تقول يحدث ولا ما يحدث تغريداتي مسحوب عليها من زد رصيدك أربعة. طيب حدثنا ما لقينا إلا شرها اكتبي شيء. الكلمات الطيبة زهور لا تذبل هذه حلوة لكم. حلوة. لا تذبل أوراقها ولا يموت عبيرها فانثرها على الطرقات لتبقى لك صدقة جارية وأثرا طيبا مدى الحياة. هذه محبة الخير. رتويت الله يجزاه كل خير. طيب هذا رتويت يلا محبة الخير هذا رتويت استاهل الله يجزاه خير. طيب الجميري قل لي لماذا لا تصلي؟ انت تصلي يا جميري؟ هذا يفوت اشوه هو يقول قل لي ليش ما تصلي؟ لا هذا يستهبل. حلو 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 ما شاء الله تبارك الله. انا اشوف يقولون يا سلمان لا عاد تقول الله يطعني تراها دعوه على نفسك بالطاعون. استغفر الله هو صدق يا فارس مو حق انا مو حق انت انا قد نسحته منها بس يقول تسمع علمني ما ادري زي جيم انا اقرا. لا 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 ابو اسيل استغفر الله. ابو اسيل انت احسن الظن وان شاء الله ابو اسيل انا ادري انه يعني ها في اسمع انت اسمع 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 دقيقه اسمع اذا توقف عند واحد من هالجنوب شوف انا وياك قسمان لازم تسوي لهالجنوب حركه سبلكس خلفي خل انت قول له الله يطعني اذا قال الله يسبق بي الوضع تمام. ايوه اذا ما قال الله يسبق بي يعرف انك راح توطي. لا لا والله هي خليك عريقه ابو اسيل الله يسبق بي ايش معناتها؟ الله يسبق يعني قبلك انا اصير قبلك تعلمني فلاجة الجنوب. لا لا ليس كل اللي حولي شهري احمري اسمري اخ شو اسمه عسيري قحطاني شهران كله. أيوة. ابو اسيد فعليك بس نعم والله ومي والنعم يعني وي جايتني وي جايتني عريك يحبها قلبك كفو والله لنا شهر انا من عشاق العريك يعني لو في عالم يبيعون العريك اخذته معي رايح. طيب والله يسعدكم خلونا احنا ما دام اننا ابو اسيل ترى الله يطعني والله انها تطلع كذا يعني ايه؟ والله من حبي لهم احيانا تطلع كلمه اي والله. طيب ما دام كذا قل الله يطعني ثم نكمل
يوم اننا صغار نكمل بوسط قلوبنا صح؟ استغفر الله. تقول مثلا والله اني مصلي تقول بقلبك وانا تسدب عرفت؟ فانت ايش تقول؟ قل الله يطعني في سبيل الله. نعم الله عليك. لا اقولها قدام. وش اما طال عمرك تقول الله يطعني يقول فارسك اعطاني امين تموت بطنك. افضل انا قدرت اعمال سعيده. لا هذه مره جميله. لا والله انا تطلع غصب والله. طيب طيب الله يسعدك. عموما انما الاعمال بالنيات. بالنيات. النبي صلى دعت امراه فقال وسلم نصحها انها ما تدعي لعلها تجد بابا للسماء مفتوحة. مفتوح. فبعض الاحيان يدعي الانسان دعوه على نفسه كذا لونها خلاص فتلقى لها باب الى السماء. عشان كذا الله ينصح حتى الام ما تدعي على ولدها ولا صح بنتها حتى لو زعلوك يا امي يا خواتنا اذا زعلوك عيالك ترى اذا قلت الله موت كل الله لا يوفقك في النهايه هذا ولدك. مع أن الأم ما تقول كذا بس بعض الأحيان تغضب الأم من وراء ترى دعوتك مستجابة. النبي صلى الله عليه يقول دعوة الوالد لوالده مستجابة والوالد للوالدين كلهم موفق. وأسيل يقول الحال مزري والوضع ترللي. أيوة زين يقول الحال مزري والوضع ترللي أبو أسيل في يعني سمعت شو يقول منيب مهندس الصوت شو يقول حكيم أهل اليمن الله منيب يقول بدل ما تقول الله يطعني قل الله يغفر لي الله يغفر لي يا جماعه طيب. هنا منصرك كوبي عليه صورتي اسمه طيب. عبد الله الجميري مخليه هنا 4 ايام اي مخليه هنا عشان طيب يسلم عليك بدر عبد الله يا سلمان عليك وعلى السلام يقول الله يسلم من كل شر ايه من الراس يقول وش يقول ونعم بهلا الراس يقول والله يسلم عليك بس والنعم والله ابو اسيل اسال فارس وش اسم قريته اللي بسرات اليوم اسئله شخصيه على طول مباشره حلو اسمها زهره بني بشر يا عمري يا زهره حتى الاسماء لها رونق الله اسم جميل والله لو اعطيك قرى اعرفها حولنا احنا حول ديرتنا للسياح لا اقول ان يطلع جني من تحت شو اسمه شو اسمه زهره هذا جدي اسمه زهره الله يحفظها جدتك زهره ايه؟ في انا اشوف اسم زهره في الجنوب كثير ولا ايه زهره ورفعه دوله طمه ورفعه ايه ورفعه انا اقول لك منهم زهره دوله طمه لا آه ما اخذنا هذه مسفره ما اخذنا مسفره اكيد طمه هذه امي مسفره انتبه تاخذ ما شاء الله جعلها تسفر بالجنه موجود هذا موجود وجون يوم اذا مسفره الله اكبر يا الله اكبر طمه هذه جت اسمها طمه صراحه ما ادري عندي حاجه عطنا انا خلصت لقيت اختبارات ايوه اقسم بالله يقلوبنا معاهم اسال الله عز وجل يوفقهم رساله الاولى للاباء والامهات تكفون اعينوا ابنائكم على المذاكره كيف لا تزعج ولدك ولا بنتك ذاكر خلاص يعني حاولوا تكثروا لهم الدعوات الزينة الشيء الثالث يعني هيئوا لهم الأجواء اللي تناسبهم يعني ترى كثرة الضغط في أنه ذاكر هذه تقتل الطالب وتقتل وقت المذاكرة بالنسبة للطلاب أنا أنصح كل طالب بذاكر لا يعدي وقت مذاكرة 45 دقيقة يا سلام وقبل ما يبدأ مذاكرة يشرب له موية يأخذ له 10 دقائق يريح صحيح. فيها حلو. أيضا يعني لا يحفظ كثير في البداية يقرأ قراءة سريعة ثم يرجع مرة ثانية يحفظ الأشياء المهمة ثم يبدأ يراجع أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسهل أمورهم وأن يوفقهم آمين الله يطول عمرك ويجزاك خير على هذه الفوائد والدر ترى باقي فيه يا أخي حنا وش حنا بدونك يا فارس باقي فيه كلام كثير بس عشان ما أخذ الله يجزاك خير وشكرا على هذه صورة لايف جايتني الأسيل السلام عليكم السلام عليكم طيب خلونا نكمل يا جماعة شو اسمه اللهم صل محمد نكمل الهاشتاج نعم ونشوف ال طيب في مسرحيات قادمه لكم نعم ان شاء الله بتسوون بتسوون ليله سمر كل يوم سمر يصير كل يوم احنا لا قصدي ليله كامله يعني 3 ساعات 4 ساعات في ان شاء الله شفت يكون فيها تمثيليات ونشيد ومسرحيات وزي 3 و4 المشروع اللي بنسويه ان شاء الله بيكون 3 ساعات وان شاء الله يا رب الاداره توافق انا وافق ترى اداره الناصر ابو اسيل ابغى اخذ راي الجمهور في تمثيلي صراحة ما يحتاج تمثيلك انا ما اعطيك انا اعطيك يا اخوي كم تعطينا يا جميل انا اعطيك والله شفت اللي اعطاك المركز الاول طيب افضل والله تستحق طيب خلوني اتملق عليكم كلام اروى اروى تقول اول شيء من بياذن سلمان سلمان قل اروى تقول قل فارس يكملوا قل فارس يكملوا كليب الاخوه على الهواء الكليب ايه
قل ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. طيب منيره تقول متى تعطون لنا لعبه الكنز؟ سؤال لكم كلكم, متى الكنز؟ موجود عند واحد من الشباب ومجهز مجهزها. إيه. حلو, ممتاز ممتاز. جوار حربي تقول فراج متى حضرت جنابك وتقرا تغريداتي؟ قريتها. هل سبق وزرت محافظه الزلفية سلمان؟ وهل يقول اهل الزلفي معك؟ يا لب قلب اهل الزلفي, قلوب اهل الزلفي كلهم. اي جيت مرتين تقريبا ما شاء الله. ونعم بالزلفي وباهل الزلفي, صديق عزيز من الزلفي, اهل الزلفي حبايبنا والله. والنعم واهل الزلفي واهل المملكه كلهم. الله يسعدك. مبارك سعد السلام عليكم. يفراج ابغى تحيه للعتبان, تحيه مو بتحيه, تحيات والله. والله نعم والله نعم, ويستاهلون كل خير. وش علاقتك يا سلمان بيوسف البشري؟ وشو؟ ايش علاقتك لك علاقه بيوسف البشري؟ قريب يقرب لك يوسف البشري منه؟ يقرب لك يوسف بشري. أيه. طيب البشري اللي العام عاصم يقرب لك حبيبنا؟ عاصم. لا إيه. يعني عاصم بشري ما يقرب ليوسف بشري؟ ما ادري والله. خله خله كمل عاد يذني حكذني انا ما اقرب له. طيب عنيز الله يعافيه. عاصم عنيز. اي يعطيك العافيه ابو علي, تعبناك. السلام ابو فراج. بس اتوقع مجموعه انا وسلمان. طيب انتم يقولون كملوا على الهواء مسابق ذا, بس انا ودي وانا ابغى اعطيكم اربع ابيات حبايبي, أربع أبيات. جاني طلب قبل كذا مرة كذا مرة وعدتهم ولكن ما لبيت الطلب ذا. عندي أربع أبيات بقولها في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر. بس ودي باخذ نص دقيقة من وقتكم. باقي على الأذان معلش أبو. باقي دقيقتين, اللي بيأذن بيروح. واضحة ذي. أحلى منيب. في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر, وفي عيوني لك مدينة يا حلاها من مدينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر, فدوتك قلبي وعمري والله ما هي بثمينة. انت تبحر في عيوني وانا في عيونك اسافر, فوق غمام محبة لا شراع ولا سفينة. جيت لك لي وضوح بلا قناع ولا مظاهر, جيتني من طيب اصلك لا غرور ولا ضغينة. تذكر بأول لقانا كيف خانتنا المشاعر, الحكي عيا وحرفي في حناجرنا حبيسة, وكانت عيونك مرايا بعثرت إحساسي شاعر. كنت أقرأ في عيونك لذة الشوق وحنينة. الله. طيب هذه رسالة بس نكمل قبل ما يجي. الله جميل ابو الله, هذا احساسك. الفراج نبغى رحمن يا رحمن يا من فقر. هذا احساس هيثم والويب. ما عندكم؟ ما شاء الله عليهم. طيب حلو حلو حلو, احنا على قدنا يا ابو اسيل. طيب شلون؟ يقضي الحاجات. والله انا سيدة خفيفة, تعرف عندنا القرار من بالسرايا كلها تعبانه ما شاء الله تبارك الله يسعدكم يا ربي. حلو حلو. يقولون ذكرتنا بزيد رصيدك ثلاثه. طيب هنا الناس تسوي دعايات تسوي ذا. نبغى اسئله للشباب بسرعه نكمل بس هالدقيقتين. عموما بيض الله وجهكم اليوم والله سعدتوني والله. الله يسعدك. واليوم جميل جدا. الله يسعدك. اليوم انا الصراحه اعترف اقول يوم جميل. الله يسعد قلبك. اليوم مليان بوجودك والله. اليوم سمعنا نشيدكم, اليوم سمعنا سواليفكم, اليوم اخذنا رايكم في اكثر من جهه معينه, اليوم طبخت طبخات حلوه. سلام. واليوم الصوت التصويت بعد ملعلع. الله منك. الظاهر التصويت راح تعدى 60 او 50 60 و70 الف. ايه الكل ماشي ماشي. هو ما نقدر نقول كذا لين نخلص الفقره. همتهم الله يوفقكم. والله يوفقكم وإن شاء الله نشوفكم دائما في القمة دائما. الهمة الهمة الهمة. وراك سكت. وراك سكت. عادي قل يا نصر موعد القمة ما فيها شيء. ورا يا أخي ما فيها شيء. أنا هلالي وامدح النصر ما فيها شيء. أنا عندي روح إسلامية. لعدنا دائما القمة. يلا سام.
قل امين. امين. الله يسعدك ويسعد الجماهير ويسعد اللي يشوفنا ويسعد من يقول امين. امين. سعاده ابديه. الله يسعدك. ابتسامه ابديه على وجهه ان شاء الله. هذه احلى ابتسامه لك يا قلبي. كيف الابتسامه؟ ادوخ انا. الله انا اقول حاجه مثل ما اسعدونا بتواصلهم كتاباتهم. انا اقول الله يسعدهم والله يكتب اجر. ما ادري ان وقت قايله موجودين معنا ويكتبون هاشتاج ويتابعون ولايك. لا واختبارات الحين واختبارات الجامعه يكتبون. الله العلي العظيم ان الله يوفق كل طالب وكل طالبه وكل منهم موجود في بيت ان الله يفرج كربه وان الله يوظفهم وكل من ما تزوج ان الله يزوجه وان الله يسره. امين. اللي ما رزق اللي ما رزق واللي ما رزق ان الله يرزقه. امين. هم اسعدونا الحين واحنا بعيدين عن اهلنا ان الله يسعدهم دنيا واخره. وكل مسحور ان الله يفك سحره. وكل مبتلى ان الله يعافيه. وكل مهموم وكل مذنب ان الله يتوب عنه. اللهم امين. سم شهرين. اسيل عمره شهرين ويومين. انا في واحد او ثلاث ايام تقريبا. سما بنت عبد المجيد الطوالة او الجلد. هي عمرها شهرين تقريبا. ايوه يا جعني ودد عيونها. هذا عبد المجيد الطويلة. عبد المجيد الطوالة. ايوه قلبي الذي لا ينبض. يا سلام عليك. اجل انت تحب الصغار يا جميري. انا من ما احب الصغار يعني اضيع قلبي بعدين. لحظه وش قلبي اللي لا ينبض؟ ما انا كنت امشي على لا اقدعوا يا اخوان. هذا سين وش قلبك اللي لا ينبض؟ طيب خلصت توقفت يا لايكات يا عبد الله. والان لايكات وين؟ اسمع اللايكات موجوده الحين في حساب قناه بدايه على الانستغرام. مشاهدينا الكرام نعم مباشره لحساب قناه بدايه في الانستغرام. اللي مو عنده الحساب يكتب بس بدايه بالعربي في البحث في الاكسبلور ويلقى مباشره ياتي حساب قناه بدايه. ادخل صوت للي ما تبيه ينهزم اليوم. الله يبيض وجيهم والله. شوف يا ابو يعني صوت للي انت ترى انه هو الافضل وهو الانسب وكلهم ما شاء الله روعه والله شاب كلهم. انا ابراهيم بعد الله عز وجل اللي بينقذني الجمهور. خذني معك التصويت. انا زيك. انا نفس ابراهيم. في واحد نفسه نفسه يا اخوان. ايه كل واحد نفسه نفسه. احنا فريق مع بعض. ايه صح. لا ال 200 تبغى الدرع انت؟ الدرع. انا اتكلم الدرع ولا تحت الدرع. الله يسعدك يا فارس. الله يسعدك يا تركي. الله يسعدك يا ابونا ابراهيم ويطول عمرك. الله يسعدك يا عبد الله ويسعد سلمان الباهلي. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم. تجدد بكم اللقاء غدا باذن الله مع تركي مو بتركي مع عبد الكريم الحربي ومع عبد الرحمن الخضيري ومع من هو الثالث؟ ضد سعود فهد سعود فهد وظافر الشهراني. وبعد صلاه نكمل ونزف الحبايب للسجن. ودعكم. السلام عليكم. الله رب العالمين. السلام عليكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم.